السلام عليكم ورحمة الله. أعزائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة الشعب الأدبية، لقاء جديد ومدرسة على الهواء ومراجعات ليالي الامتحان. النهاردة في مراجعاتنا الليلة الثالثة لمراجعات ليالي الامتحان على التوالي إن شاء الله يا أولاد. إحنا بنراجع في الجغرافيا السياسية للصف الثالث أو للمرحلة الثانوية. نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. سعدنا أن يصاحبنا في هذه الحلقة دكتور أشرف عبد المنعم، خبير المناهج بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بك. إزي حضرتك؟ أهلا وسهلا بحضرتك. أبنائنا الأعزاء، إحنا كنا ترتيب المراجعات بتاعتنا كانت شغالة كالآتي. خدنا في أول حلقة الدرس التمهيدي، الوحدة الأولى، الوحدة الثالثة، وفي الحلقة بالأمس خدنا الوحدة الثانية، ولم نستكمل الوحدة الرابعة. والدكتور أشرف في رأي إن إحنا ناخد الوحدة الثالثة والرابعة النهاردة بما إنهم آخر الوحدات في كتاب المدرسة، وعايزين يعني إيه نركز شوية فيهم لأن هم فيهم بعض الأسئلة وبعض المطالبات من أبنائنا كانت بتقول دائما معانا هنا التركيز على الوحدة الثالثة والوحدة الرابعة. طيب قبل ما نبدأ الكلام مع بعضينا وناخد المراجعات بتاعتنا، عايزين ناخد بما تفسر، لأن احنا مقلين قوي في بما تفسر، على أساس إن احنا بنتكلم بقى على الربط والحوار وما العلاقة والكلام ده كله، فاحنا ناخد بقى بما تفسر هنا في مراجعة عشوائية هتبان قدامنا يعني على المنهج كله. بما تفسر عندنا السؤال الأول: الموقع بالنسبة لدوائر العرض هو الأكثر أهمية. نعم، له دور في ايه بقى؟ تعالى شوف تحديد الملامح العامة لمناخ الدولة، ده أول حاجة. تاني حاجة عندنا التأثير في النشاط البشري للسكان، يبقى ليها دور أهو. هنا دوائر العرض هما أكثر. خلي بالك أنت تاخد السؤال بتاعنا وتنطلق منه، تنطلق تقول إيه؟ تقول مثلا إنه ممكن يقول صح وغلط، خطوط الطول أهم بالنسبة للدولة من دوائر العرض. لا، أنا ممكن أتكلم بقى وأقول إيه، إن هي بتحدد دوائر العرض الملامح العامة للمناخ والتأثير في النشاط البشري، فلذلك هي الأكثر تأثيرا في الدولة. السؤال الثاني: أهمية الموقع البحري للدولة، له دور في وسيلة اتصال الدولة بالعالم الخارجي دون عوائق أو دون تحكم من دول أخرى، وأنه أيضا يمتع الدولة بالثروات البحرية المختلفة الموجودة في مياهها الإقليمية. طيب سؤال زي ده احنا ازاي يا مستر ننطلق ناخد السؤال، الفكرة بتاعت حضرتك اللي بتكتبها في السؤال وننطلق بيها. انا ممكن اقول انه تتشابه، صح او خطأ، تتشابه جميع المواقع البحرية في اهميتها، صح ام خطأ؟ لا طبعا خطأ، هناك عوامل يتوقف عليها اهمية المواقع البحرية. ان احنا نقدر نقول الظهير الساحلي، طول الساحل، اهمية المسطح المائي، الثروات اللي موجودة يعني في المسطح المائي، هذه عوامل يتوقف عليها اهمية المواقع البحرية. يبقى احنا هنا لازم لما نيجي نتكلم ناخد الاسئلة بتاعتنا كده ايه طولا وعرضا. عندنا سؤال اخر بيقول: تختلف الدول البحرية من حيث اشرافها على البحار. نعم، لدينا دول تشرف بواجهة بحرية واحدة، والكلام ده يتفق فيه سوريا مع دولة تشيلي. عندنا واجهتين مثل مصر والمملكة العربية السعودية، وطبعا احنا ممكن نضم المغرب يعني برضو لازم انت وانت بتتكلم تشتغل معانا كده، وفرنسا ممكن نضمها الى واجهتين. منها دول من جميع الجهات، عندنا بريطانيا، عندنا اليابان، ممكن نتكلم برضو على اندونيسيا، دولة من الدول التي تشرف على البحر من جميع الجهات او من جهات عديدة. بعد كده عندنا اهمية الدولة لا تقاس بالكيلو مترات المربع. طبعا أهمية الدولة لا تقاس بالكيلومترات المربعة، لابد أن يتوافر عدة عوامل في الدولة: حجم الموارد وتنوعها، عدد السكان وتوزيعهم بما يتناسب مع تلك الموارد، النظم الاقتصادية السياسية السائدة في الدولة، وسهولة الاتصال بكافة أرجاء الدولة. طيب دكتور أشرف، بالنسبة أهمية الدولة لا تقاس بالكيلومترات المربعة، في ضوء ذلك احنا ممكن نقول عناصر قوة الدولة مثلا، يعني هناك سؤال عناصر قوة الدولة الاقتصادية وعناصر قوة الدولة، والطالب عنده لبس في القصة دي. هو لو الطالب قال ان لا تقاس، انت السؤال خلينا نكتبه عشان يبقى واضح قدام ابنائنا الطلاب: لا تمام. تقاس قوة الدولة بالكيلو مترات المربعة. تمام، مظبوط كده؟ تمام. طبعا هي العبارة هنا صحيحة، تمام، ما قالوش المساحة، هو قال له قوة مين؟ الدولة. وانت عارف ان قوة الدولة فيها عوامل خمسة، تمام،
عشان تحسب العوامل الخمسة أو تقولهم يبقى هنا تقاس قوة مين؟ تقاس قوة الإيه؟ الدولة. تمام. بإيه بقى؟ بالقوة المورفولوجية. تمام. اللي هي المساحة والشكل. اللي هي المساحة والشكل. تمام. يبقى هنا مش المساحة بس. تمام. يبقى هنا إيه؟ مساحة وإيه؟ والشكل. وشكل. على أساس كيف يؤثر الشكل يعني؟ يعني مثلا عايز أوضح الكلمة دي لأبنائنا الطلاب، إيه الشكل يعني؟ إيه النقطة الثانية تقاس قوة مثلا الدولة. الشكل مندمج. بالقوة الديموغرافية. تمام. المقصود بيها اللي هي السكان حجمهم خصائصهم الى اخره. تمام. كمان هتقاس قوة الدولة بالقوة بقى مين؟ العسكرية والقوة الاقتصادية. الاقتصادية والقوة التنظيمية. تمام. كده يبقى انت جاوبت على السؤال ده بطريقة سليمة. تمام. طب افترضنا حد من ابنائنا الطلاب قال لك لا هي ما بتقاس بالكيلومترات المربعة، بتقاس بحجم الايه؟ الموارد والايه والسكان وقدرة الدولة على اللي هي القوة التنظيمية مثلا للدولة او النظم السائدة في الايه في الدولة وسهولة النقل والايه والمواصلات. هو جاب تقريبا اتنين منهم صح تقريبا. تمام. اللي هي القوة الايه؟ القوة السكانية والقوة اللي هي مين؟ اللي هي الاقتصادية. تمام. فبرضو ممكن بتعتبر على اساس ان هي الايه المساحة، فممكن نمشي الاجابة سليمة. تمام. لان اجابته منطقية، بس هي الاجابة الاقرب للدقة هذه عناصر إيه؟ قوه اللي هي الدولة. عناصر قوه الدوله. تمام. ليه؟ لان هو ما قالوش تقاس اهميه الدوله خلاص او تقاس اهميه المساحه. ايوه تمام. لان في سؤال تاني اللي هو تقاس اهميه المساحه بالكيلومترات المربعه، برضو هنا العباره ايه خاطئه. هنا المساحه بتقاس بايه؟ بالموارد. تمام. والسكان والنظم السياسيه النظم الاقتصاديه السائده والتقنيات الحديثه ومدى قدره السكان على استخدامها وسهوله مين اللي هي المواصلات. فاذا هناك فرق بين الايه بين الاسئله، ولكن لو هنا بنقول يعني ممكن ياخد درجه مثلا من اتنين في الاجابه على السؤال اللي هو كتب موارد وايه وسكان فقط مثلا. تمام. نعم. طيب احنا هنكتفي مع ابنائنا بهذا الجزء من المراجعه اللي هي عشوائيه يعني في اجزاء من المنهج، وبنتابع مع حضرتك المراجعه المنظمه. حضرتك كان ليك رأي بقى، هنبدأ ايه؟ انا وجهة نظري نبدأ بالتالتة وندخل في الرابعة، لان يمكن حضرتك اللي عرفته ان حضرتك رجعت الاولى. تمام. وكان التالتة كان في اخر الحلقة تقريبا. تمام. وبعد كده رجعنا التانية. وناخد اللي هي التالتة بالتفصيل والرابعة بالتفصيل. تمام. ان شاء الله. تمام. بحيث ان ابنائنا الطلاب يبقى تراجع لهم الاربع ايه وحدات كاملة. تمام. حضرتك دائما مرتب الشغل مع ابنائنا المفاهيم وناخد الخرائط لو في شخصيات في الوحدة وهكذا. نعم. طيب نبدأ في الوحدة الثالثة. لو بدأنا بيها انت عندك مجموعة من المفاهيم. تمام. اول حاجة في المفاهيم عندك يا استاذ احمد اللي هو اول درس اللي هي التكتلات مين؟ الاقتصادية. التكتلات الاقتصادية ده أول مفهوم. تمام. أما أجي أتكلم عن التكتل الاقتصادي بنقول إن التكتل الاقتصادي ده عبارة عن إيه؟ هو درجة من درجات التكامل الاقتصادي. طيب التكامل ده بيتم بين مين يا أستاذ أحمد؟ يتم بين مجموعة من الدول. أي دول؟ لا، لازم الدول دي تكون ايه؟ متجانسة سياسيا اقتصاديا جغرافيا اجتماعيا الى اخره. طب ايه هدفهم؟ لتحقيق مصالح مشتركة. عشان يحققوا مصالح ايه؟ مشترك. اذا في هدف قالوا جوه التعريف للتكتل مين؟ الاقتصادي، اللي الدول دي هتحقق مصالح ايه؟ مشترك. مشتركة. وده هدف بالفعل من اهداف التكتلات مين؟ الاقتصادية، احد الاهداف. تمام. نعم. ده كده بالنسبة لمين؟ لاول تعريف. تعريف. في التعريف التاني او المفهوم التاني او المصطلح التاني احنا عندنا اجراءات لمين؟ للتكتلات مين؟ الاقتصادية. هتلاقي في من ضمن الاجراءات دي الاتحاد الجمركي.
يعني ايه اتحاد جمركي؟ اتحاد جمركي هو وضع تعريفة جمركية موحدة على السلع المستوردة من مين؟ من خارج دول التكتل. يعني أي سلعة بتستورد من خارج دول مين؟ التكتل، بيتفرض عليها تعريفة جمركية موحدة، بنسمي الكلام ده اتحاد ايه؟ اتحاد جمركي. تمام. طيب ايه تاني من التعريفات اللي موجودة؟ السوق المشتركة. وهنا السوق المشتركة يا استاذ احمد دي بتسمح بانتقال رؤوس مين؟ الاموال والعمال والعمالة. تمام. بحرية، يعني حرية انتقال الرؤوس الايه؟ رؤوس الاموال والعمالة بين الدول، تدفق انتقال او تدفق انتقالات رؤوس مين؟ الاموال بين الدول. كل ده بيدخل نتيجة لإقامة سوق مشتركة بين دول مين؟ بين دول الايه؟ التكتل. التكتل. تمام. ده كده التعريف الثالث. التعريف الرابع عندك يعني ايه كلمة وحدة اقتصادية؟ تمام. ودي برضو اجراء من اجراءات التكتل. التكتل الاقتصادي. اللي هو وحدة ايه؟ وحدة اقتصادية. ايه المقصود بالوحدة الاقتصادية؟ هو وضع سياسة نقدية موحدة. خلاص؟ وضع سياسة مالية موحدة بين دول مين؟ التكتل. من دول التكتل. ولو عاوز الطالب يحط مثلا على كده نقول مثلا مثل ايه؟ اليورو في دول الاتحاد الايه؟ الاوروبي. الاوروبي. تمام. طيب ايه كمان من الكلام ده؟ طبعا احنا خدنا، انا ماشي بترتيب في الايه؟ في الوحده، وعلى حسب ظهور اللي هي التعريفات وكده. يعني حضرتك بتاخد تعريفات التكتل الاقتصادي، درس التكتل الاقتصادي بالترتيب. نعم. تمام. بعد كده في التكتل الاقتصادي يا ترى ايه المفاهيم اللي ممكن تكون موجوده داخل مين؟ داخل اللي هو التكتل الايه؟ الاقتصادي. تمام. يقول لك مثلا ايه؟ النفطة مثلا. النفطة. تمام. والكوميسا. النفطة هي منظمة التجارة الحرة لدول مين بقى يا استاذ احمد؟ امريكا الايه؟ الشماليه. امريكا الشماليه. تمام. لكن الكوميسا دي منظمه اللي هي الايه؟ التجاره برضو الحره لمين بقى؟ دول افريقيا. لدول شرق. شرق وجنوب افريقيا. تمام. وكده بتقدر تقول ان انت قدرت تقف على مجموعه التعريفات اللي موجوده جوه مين؟ التكتلات الايه؟ اللي هي الايه؟ الاقتصاديه. نقرب لابنائنا الاذهان شويه، وانت حضرتك تقول مثلا مثل لدوله في النفطه ودوله في الكوميسا. يعني مثلا النفطه دول امريكا الشماليه، انت عندك كندا والولايات المتحده والمكسيك. تمام. في الكوميسا عندك مصر وعندك ليبيا. تمام. وهنا ليبيا برضو مشتركه في تكتلين اقتصاديين اللي هو الكوميسا ودول اتحاد المغرب مين؟ اللي هو الايه؟ العربي. تمام. نعم. يعني احنا نقدر نقول ان ممكن يكون في الخريطة مثلا دولة عضوة في النافتا مثلا. نعم. على كندا. نعم. والرمز يجي على كندا. نعم. دولة عضوة في الكوميسا ويجيب مثلا ايه؟ ليبيا. ليبيا. تمام. نعم. تمام. كده وقفت كده على مجموعة اللي هي الايه؟ التعريفات اللي في التكتلات اللي هي مين؟ اللي هي الايه؟ الاقتصادية. طيب يعني كان في برضو ماستريخت بسمع عنها كتير. المعاهدة. تمام. هل ده يعني يجوز ان احنا نجيبها كتعريف؟ ممكن تحطها كتعريف، بس انت هنا يمكن معاهده ماستريخت تحط النتيجه عليها افضل. تمام. يعني يجي السؤال عليها ازاي؟ يجي يقول لك مثلا ما النتائج المترتبه على. تمام. توقيع معاهده ماستريخت. طبعا كانت النتيجة ان تحولت السوق الاوروبية الى اتحاد ايه؟ اتحاد اوروبي. اوروبي. تمام. نعم.
تغيير الاسم يعني. نعم. والصفة والهيئة. طيب كده احنا خلصنا مفاهيم الدرس التكتلات جميعا. نعم. طيب في درس تاني الاحلاف العسكرية. الاحلاف العسكرية. خلينا ندخل الاول في التكتلات ما دام قلنا المفاهيم، بعد كده ندخل على مفاهيم الاحلاف الايه؟ العسكرية. العسكرية. تمام. ونبدا نتكلم عنها. على الاحلاف. تمام. نعم. تمام. في التكتلات الاقتصادية ليها اجراءات، ليها خطوات. تمام. ما هي الاجراءات المتبعة لتحقيق تكتل اقتصادي؟ طيب ده ممكن يجي لي رأي، يعني يجي يقول لي مثلا يعني اذا اخترت لتكوين تكتل اقتصادي عربي. نعم. فما هي الخطوات التي يجب اتباعها؟ نعم. مثلا بس احنا بنقول لابنائنا دلوقتي زي ما حضرتك قلت في الحلقه الماضيه ان لازم نلجا الى الفهم. نعم. حط السؤال بصيغه تانية. تمام. من وجهه نظرك ما هي الاجراءات التي يجب أن تتبع لتحقيق تكتل اقتصادي عربي؟ سؤال جميل. تمام. هنا هو عطيله أصلا إجراءات داخل كتاب المدرسة، فالطالب ما يروحش بعيد، عطاله الإجراءات إن أنت لازم تعمل عملية إزالة الحواجز الجمركية رقم. تمام. واحد. تمام. رقم اتنين اتحاد جمركي اللي هو توحيد الجمرك على السعر المستوردة زي ما قلنا. رقم تلاتة اقامة سوق مشتركة تسمح بانتقال العمال ورؤوس الاموال. بعد كده وحدة مين؟ وحدة اقتصادية يكون فيها سياسة مالية موحدة، وفي النهاية الاندماج الاقتصادي الايه؟ الكامل. الكامل. دي كده اجراءات اي تكتل اقتصادي ناجح. تمام. يمكن لو لقينا تطبيقها لقاها مطبقه في الاتحاد الاوروبي، مطبقه في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، برضه هي نفس الاجراءات اللي موجوده في الكوميستا كتكتل ايه؟ كتكتل اقتصادي. اذا معظم التكتلات الاقتصاديه يا استاذ احمد بتمشي بنفس الايه؟ الطريقه. بنفس الطريقه. يمكن حتى في توحيد الجمرك ممكن ما يدخلوش على توحيد الجمرك مره واحده. تمام. او ازاله الجمارك ممكن يخفض الجمارك في مرحله من الدول الاعضاء وبعد كده يشيلها خالص وبعد كده يعمل عمليه توحيد جمرك بعد كده. تمام. المهم ان الاجراءات تقريبا او الخطوات شبه ايه؟ موحد. شبه موحده. نعم. تمام. ده بالنسبه لمين؟ للاجراءات. للاجراءات. طيب صح ولا غلط التكتلات الاقتصاديه تشغل حيز مكاني؟ تمام. ايه رايك في العباره دي؟ عبارة صحيحة. ليه بقى؟ لأن المقاوم الأساسي للتكتل الاقتصادي الدولة. الدولة. مكون من عدة دول. نعم. ذات مساحات. وكل دولة ليها إيه؟ مساحة. مساحة، كل دولة ليها حدود. حدود. معترف إيه؟ بها. إذن التكتلات الاقتصادية بتشغل حيز مكاني لأنها بتتكون من مجموعة من الدول وكل دولة ليها مساحة وكل دولة مساحتها وحدودها معترف إيه؟ معترف بها. تمام. بينتقل لنقطة مهمة. ما هي مقومات التكتلات الاقتصادية؟ تمام. التكتل الاقتصادي قايم على عدة عوامل يا استاذ احمد، أول حاجة الاتصال الايه؟ الاتصال الأرضي. وهنا يعني ايه بقى كلمة اتصال أرضي؟ الاتصال الأرضي احنا بنتكلم دلوقتي عن مين؟ عوامل قيام التكتلات الايه؟ التكتلات الاقتصادية. فاحنا لو ركزنا هنلاقي ان عوامل قيام التكتلات الاقتصاديه من اهم العوامل هو الاتصال مين؟ الارضي. اللي هو الايه؟ الارضي. تمام. طيب ايه تاني غير الاتصال الارضي؟ هنلاقي تاني عامل المقومات البشريه. وفي المقومات البشريه هتتكلم عن ثلاث حاجات. حجم مين؟ سكاني. حجم السكان، وعندك المستوى التكنولوجي، وعندك العادات والايه؟ والتقاليد. خلينا نشرح دول ونبدا نتكلم عن الباقيين في صفحه تاني. تمام. الاتصال الارضي لازم جميع الدول تكون جنب بعض لان دوا حاجه اساسيه من اساسيات التكتل ان جميع الدول لازم تكون متقاربه. طبق الكلام ده على الاتحاد الاوروبي هينطبق، طبقه على دول الخليج العربي هينطبق، طبقه على الكوميسا برضه ايه؟ هينطبق، المغرب العربي، الايبك اللي هو منتدى التعاون الاقتصادي لدول اسيا والمحيط الهادي، كل الكلام ده والنافتا كله هتلاقيه في عمليه اتصال ايه؟ اتصال ارضي. تمام.
في حجم السكان لازم يتوفر عندك حجم السكان مناسب. ليه بقى يا استاذ احمد؟ عشان يعمل سوق وعماله. طيب ايه الاثر الناتج او ايه النتيجه المباشره لتوافر حجم سكان مناسب لدول التكتل؟ سوق مشجعه، حجم عماله، تستغل الموارد. تقدر تستغل مين الموارد؟ ويا سلام بقى لو العماله دي لاقيها ماهره ومدربه، هتقدر تستثمر لك الموارد على اللي هو الوجه الامثل لمين؟ لعمليه الاستثمار. المستوى التكنولوجي، لازم المستوى التكنولوجي يكون ايه؟ متقارب. متقارب عشان تعم الفائده. الفائده. طب ايه اللي هيحصل لو المستوى التكنولوجي مش متقارب؟ ليس هتستأثر دولة اللي هي متقدمة تكنولوجيا بمميزات التكتل. تمام. دون الدول الأخرى. يبقى ممكن يقول لي إيه أهمية المستوى التكنولوجي؟ تعم الفائدة بين الدول، خلاص، ولا تستأثر دولة بمميزات التكتل عن باقي الدول. ماذا يحدث إذا كان هناك مستوى تكنولوجي غير متقارب بين دول التكتل؟ يبقى دولة هتستأثر بالمميزات عن باقي مين؟ الدول، ولا أنت عم مين؟ الفائدة. تمام. طيب تعالى بقى العادات ومين؟ والتقاليد. إيه أهميتها؟ تشابه العادات والتقاليد بيؤدي لنجاح مين؟ التكتل. التكتل الاقتصادي. طب عدم التشابه يؤدي الى ايه؟ عدم انسجام وعدم نجاح. عدم الانسجام والفشل. اذا السؤال ممكن يجي، ما النتيجه بما تفسر ماذا يحدث ايه اذا لم يكن هناك عادات وتقاليد متشابهه بالنسبه لدول مين؟ التكتل. يبقى لن يساعد ذلك على نجاح التكتل او استمرار. خدنا نقطتين مهمين يا استاذ احمد دلوقتي، النقطه الثالثه او العامل الثالث في المقومات، مقاومات اقتصاديه. المقومات الاقتصاديه. في المقاومات الاقتصاديه يا استاذ احمد لازم هتتكلم عن ثلاث حاجات برضه. تمام. هتتكلم عن الموارد الاقتصاديه، هتتكلم عن عناصر الانتاج، هتتكلم عن البنيه مين؟ التحتيه. التحتيه. اوكي. هنمسك الاول مين؟ الموارد. هل ينفع يا استاذ احمد ان يتم تبادل ما بيننا ونفس المورد اللي عندك هو اللي عندي بالظبط؟ لا طبعا، تشابه الموارد هنا هيؤدي الى اضعاف التكتل. يبقى هنا لازم الموارد تكون ايه؟ متنوعه. لازم هنا يبقى فيها عمليه ايه؟ تنوع. تنوع. تمام. ما مدى انطباق ذلك على الوطن العربي اذا اريد قيام تكتل اقتصادي عربي؟ الموارد في الوطن العربي متنوعه، انت عندك في موارد معدنيه وفي بترول، وفي عندك كمان بعض الدول متفوقه مثلا في انتاج القطن مثل مصر، في انتاج الارز برضو مثل مصر، لان مصر من الدول الاولى في انتاج القطن في الوطن العربي، خاصه القطن طويل التيله، وانتاج ايضا الارز برضو في الوطن مين؟ العربي. ولكن هناك دول مثلا تنتج بعض المحاصيل الحاره مثل السودان، مثل الصومال مثلا بتنتج بعض الفواكه اللي بتحتاج لايه؟ لدرجه حراره عاليه مثل الموز مثلا في الصومال. فاذا هنا ممكن يتم اجراء تكتل اقتصادي عربي في ضوء تنوع مين؟ الموارد. تنوع الموارد الاقتصاديه. نعم. تمام. ولكن دول مجلس التعاون الخليجي بتقوم اقتصادها على النفط. في الفترة الأخيرة هي بدأت تنوع بقى في أنشطتها الاقتصادية. نعم، وبيشتركوا حتى دخل فيها السياحة وحاجات. نعم. تمام. وبدأت كتير من الدول اللي هي دول مجلس التعاون تشترك معا في إقامة بعض المشاريع المشتركة، وخاصة في مجال صناعة البتروكيماويات. تمام. يعني أنا عارف إن بعض الشركات اللي موجودة في دول الخليج ممكن رؤوس أموالها تنتمي لأكتر من إيه؟ من دولة. فهنا بدأت الدول الخليج العربي تتجه لتنويع الانتاج من خلال البترول مادة خام، لكن ممكن صناعة بتروكيماويات تديك بقى اللي هي الامونيا واليوريا وبعض اللي هي المواد اللي هي المستخلصة من البترول. وده اللي هو بنسميه الاندماج الكامل، اللي هو اخر واحدة من وحدات او خطوة من خطوات التكتل الاقتصادي. نعم. تمام. تعالى بقى للبنية البنية التحتية وعناصر الانتاج. تمام. عناصر الانتاج، ان لازم يتوفر عندك عنصر العمل، لان ده عنصر اساسي في العمليه الانتاجيه. ولازم يتوفر عندك كمان رؤوس مين؟ الأموال. رؤوس الاموال. لما العاملين دول يتوفروا هينجح معاك اللي هو التكتل مين؟ التكتل الاقتصادي. تمام. واعتقد ان هم متوفرين في الاتحاد الاوروبي ودول مجلس ودول الخليج العربي. تعالى البنيه التحتيه، حتى لو مش متوفر ممكن تجيبه من بره. تمام. يعني عنصر العمل مثلا لو مش موجود في دول الخليج العربي، لان انت عارف ان عدد السكان على حسب الاحصائيه اللي موجوده في الكتاب 46 مليون نسمه. تمام. فهنا ممكن ياتي الى بجلب العماله الخارجيه من الخارج،
على اساس هنا يساعد على الدخول في تكتلات مين اقتصاديه ويوفر عماله مهره وتدريب ومهاره. تمام. نستاذن ابنائنا ونستاذن حضرتك استاذ اشرف، نطلع في فاصل قصير ونعود معكم ان شاء الله مراجعه ليالي الامتحان في مدرسه على الهواء. عدنا مره اخرى ابنائنا في مراجعات ليالي الامتحان في مدرسه على الهواء والجغرافيا السياسيه. معانا دكتور اشرف عبد المنعم خبير المناهج بوزاره التربيه والتعليم. بنكمل مع بعضينا مراجعه الوحده الثالثه، وكنا بنتكلم على التكتلات الاقتصاديه ومقاومات التكتلات، ودكتور اشرف كان واقف عند المقاومات الاقتصاديه. نعم. في المقاومات الاقتصادية يا استاذ احمد يمكن بنتكلم فيها، قلنا عن عنصر العمل وحركة رؤوس مين الاموال. تمام. يمكن حضرتك طبقت وقلنا ان عنصر العمل موجود اللي هو العمال يعني الايدي العاملة موجودة في اوروبا، لان 500 مليون نسمة سكان الاتحاد الاوروبي، اكثرهم طبعا في سكان دولة المانيا واقلهم مالطا. تمام. في حركة رؤوس الاموال طبعا لو كل الدول متقدمة فبتلاقي حركة رؤوس الاموال بتنتقل بسهولة وشجع على حجم الاستثمار. تمام. تعالى بقى البنية التحتية، لازم يتوفر عندك وسائل مين؟ النقل. وسائل النقل. تمام. وسائل النقل ضرورة حيوية طبعا للتكتلات الاقتصادية، تعتبر عندك شريان التكتل مين؟ التكتل الاقتصادي. الاقتصاد. عشان انتقال السلع بين الدول او انتقال العمال او الى اخره. تمام. كده اتكلمنا عن ثلاث عوامل يا استاذ احمد من اللي هي المقومات الرئيسة لقيام اي تكتل اقتصادي. اقتصادي. تعالى ناخد المقوم الكام الرابع، وهو المقومات العسكرية. ايه المقومات العسكرية؟ المقومات العسكرية هنا بخلي ابنانا لازم يحفظ العبارة دي او يبقى فاهمها كويس، هي ليست شرط لكن مهمة. تمام. يبقى ليست ايه؟ شرط لكن مهمة للتكتل. معنى الكلام ده ايه؟ ان ممكن تحصل منافسة اقتصادية تتطلب استخدام القوة. القوة مين؟ القوة العسكرية. تمام. يعني ممكن تكتلين اقتصاديين وتحصل ما بينهم منافسات مين؟ منافسات اقتصادية تتطلب تدخل ايه؟ عسكري. تدخل عسكري. فهنا المقومات العسكرية ما هي الشرط ولكن مهمة للتكتلات مين اللي هي الاقتصادية، وعامل من عوامل مين نجاح من عوامل الاستمرار. انت تشجع على الاستمرار. تمام. تشجع على النجاح هذا الايه نجاح هذا التكتل. نعم. تعالى ناخد العامل الاخير وهو المقومات اللي هي الايه السياسية. في المقومات السياسية يا استاذ احمد لازم النظم السياسية تكون ايه؟ متشابهة. متشابهة. ليه متشابهة؟ لان التشابه يساوي نجاح، لكن الاختلاف هيؤدي الى مين؟ فشل. فشل وعدم استمرار. يبقى اذا الكلام واضح خالص. تمام. ماذا يحدث اذا تشابهت العوامل السياسية او النظم اللي هي مين؟ النظم اللي هي الايه السياسية. اذا كانت النظم متشابهة فده بيساعد على النجاح، اذا كانت غير متشابهة فده بيؤدي لمين؟ لفشل الايه فشل التكتل. تمام. طيب كده دي عوامل التكتل. ايه اللي هيحصل لو نجح الوطن العربي في اقامة تكتل اقتصادي؟ ايه اهمية التكتلات الاقتصادية؟ ايه اهداف التكتلات الاقتصادية؟ تمام. النتائج المترتبة عن حدوث تكتل اقتصادي من مجموعة من مين؟ الدول. من الدول. كل دي اسئلة بتصب في محور واحد اللي هي اهداف التكتلات الاقتصادية. تمام. ناخد اهداف التكتلات الاقتصادية وهنعرف ان الاهداف يعني عشان ابنائنا بس ما ينسوش. عايزين نخليها على سؤال الوطن العربي. ما الذي يمكن ان يحققه الوطن العربي من تكتل اقتصادي؟ اذا ماذا يحدث؟ اهو انا هحط لك السؤال، ماذا يحدث اذا نجح الوطن العربي في إقامة تكتل مين؟ تكتل اقتصادي عربي. إيه اللي هيحصل؟ هو كلمة الأهداف هي مدى الاستفادة. تمام. أنا بس عشان بلفت نظر أبنائنا لحاجة مهمة، هي الأهمية. تمام. لأن في أهداف الجغرافيا السياسية. لو قال لك ايه مدى استفادتك من الجغرافيا السياسيه ارجع للاهداف هتديك الاجابه. تمام. خلاص. تمام. ايه اهداف الاحلاف العسكريه؟ ايه اهميه الاحلاف العسكريه؟ ايه مدى استفاده الدول من الدخول في حلف مين؟ عسكري. يبقى تركز في محور مين اللي هي الاهداف هيديك الايه هيديك الاجابه بتاعتك.
هنا في اهداف التكتلات الاقتصاديه ممكن يصاغ السؤال باكثر من طريقه، ويقول لك مثلا ايه، ماذا يحدث اذا نجح الوطن العربي في تكتل اقتصادي ايه عربي، اقامه تكتل اقتصادي، ما النتائج المترتبه على نجاح اللي هي الايه الاتحاد الاوروبي، ما النتائج المترتبه على نجاح دول مجلس التعاون في اقامه تكتل مين اقتصادي. انت عندك هنا، خلينا نصيغها بطريقه سهله قوي، الاستفاده من، هنكرر الاستفاده من ثلاث مرات. الاستفاده من مميزات الانتاج الكبير. هتستفيد من مميزات مين؟ الانتاج الكبير. هتستفيد من تنويع الانتاج بين دول التكتل. هتستفيد من مراكز البحث العلمي بين دول مين؟ التكتل. هتستفيد من المشاريع المشتركة، المشروعات المشتركة. وبالتالي هنا اللي هيحصل رفع مستوى المعيشة لدول التكتل. وتخفيف اثر الايه؟ الصدمات. يبقى معنى كده ان اهداف التكتلات الاقتصادية، انا هستفيد من مميزات الانتاج الكبير، هنستفيد من تنويع الانتاج، هنستفيد من مراكز البحث العلمي، هنرفع من مستوى المعيشة، هنقدر نخفف من اثر الايه؟ من اثر الصدمات اللي ممكن تتعرض ليها دولة من دول مين؟ التكتل. مترتبين على بعض. تمام. ده بالنسبة للتكتل، عوامله، قيامه، أهدافه، أهميته، إجراءاته. تمام. أهميته مثلا. تمام. بيتكلم بعد كده، هل التكتلات الاقتصادية بتشغل حيز من خريطة العالم السياسية؟ نعم. نعم. اثبت بالأدلة، حطه هو السؤال. أنا ملاحظ الأسئلة كلها بتناقش يعني إيه، أفكار، مش أسئلة تذكر. هو ده الاتجاه اللي موجود. يمكن حضرتك عارف كويس قوي ان اتجاه القيادة السياسية والوزارة ان تنتج مواطن قادر على اتخاذ القرار. تمام. قادر على حل المشكلات. هيحصل الكلام ده ازاي؟ يا اما من خلال المناهج، يا اما من خلال عملية التقويم. تمام. المناهج موجودة، يبقى احنا كده لازم تطور في ايه؟ في اساليب التقويم. تمام. تطور في اساليب التقويم ازاي؟ في مواصفات وضعت اللي هي الورقه الامتحانيه بتمشي على الايه؟ المواصفات دي. تمام. موضوع من خبراء ماده ومركز تطوير اللي هي الايه؟ مركز التقويم التربوي. تمام. فهنا من ضمن المواصفات ان يبقى في الطالب عنده قدره على الفهم، عنده قدره على الاستنتاج، عنده قدره على عمليه التطبيق، عنده رؤيه يقدر يحدد بيها، ورؤيه هنا اللي هي عملية المستويات العليا اللي احنا بنتكلم عنها. تمام. فده الاتجاه العام، ويعني يمكن كلنا بنأيد الموضوع ان لازم الطالب يفكر، مش عملية حفظ بس، لا، ده الهدف الاساسي من المنهج اللي انت بتاخده، ان انت تتوسع مداركك، تقدر تستفيد منه في الحياة اللي ايه؟ في الحياة العملية. فاذا هنا ده الهدف الاساسي من العملية التعليمية، ان انت تنتج مواطن عنده قدرة على اتخاذ القرار، وعنده قدرة على حل المشكلات، ولديه الانتماء لهذا البلد العزيز علينا كلنا، وهو مصرنا الحبيب. تمام. تعال بقى نشوف، اثبت بالأدلة. تمام. ان التكتلات الاقتصادية بتشغل حيز ايه؟ مكاني. ايه الدليل ان التكتل الاقتصادي بيشغل حيز مكاني؟ اللي هو اللي بدأنا بيه، قلنا لأن هو بيتم بمجموعة مين؟ دول. دول. تمام. وكل دولة ليها إيه؟ مساحات. مساحة. تمام. وكل دولة ليها مساحتها وليها حدود معترف بيها. حدود. تعال بقى نشوف سؤال قريب شوية بس مش نفس الإجابة، أهو. تمام. تكاد تشغل التكتلات الاقتصادية خريطة العالم مين؟ السياسي. تمام. تكاد تشغل التكتلات الاقتصادية خريطة العالم السياسي. تبدأ بقى تقول هنا بقى ايه؟ ده انا عندي مثلا النافتة تكتل اقتصادي، ده بيضم مين؟ دول امريكا الايه؟ الشمالية. تعال نطبق ده على خريطة مثلا للايه؟ للعالم. ادي خريطة العالم اهي. ادي النافتة هنا في المكان ده. تضم دول امريكا مين؟ الشمالية. الشمالية.
طيب عندي دول المغرب العربي، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، اللي هي الدول دي. تمام. عندك دول الاتحاد الايه الاوروبي، عندك الكوميسا، تمام، عندك الايبك او منتدى التعاون الاقتصادي الدول اسيا والمحيط مين الهادي. هادي، تمام، خلاص، اذا هنا التكتلات الاقتصاديه تكتلات ايه، تشغل معظم خريطه العالم خريطة اهو، العالم. صح. تمام. عندك مجلس التعاون لدول الخليج دول الايه الخليج العربي، العربي، اذا تمام، هنا التكتلات فعلا بتكاد تشغل خريطه العالم السياسيه، السياسية، يبقى هنا هتقول التكتل وموجود فين. تمام، نعم غطت معظم خريطة العالم، نعم وطبعا نحددها على الخرائط بسهولة شديدة، واحنا نقدر نتكلم عليها كتكتلات موجودة في الخارج نعم فعلا يعني. نعم تمام. طيب كده احنا وصلنا لمؤسسات التكتلات. يعني بدأنا هنبدأ نتكلم عن التكتلات، الاتحاد الأوروبي تمام. ونتكلم عنه، ومجلس التعاون لدول الخليج الايه العربي اللي هم النموذجين. النموذجين، تمام، لو احنا هنمسك اول تكتل اللي هو الاتحاد الايه الأوروبي. الاتحاد الأوروبي، ما تيجي تتكلم عن الاتحاد الأوروبي هنقول تمام. الاول يتكون من كام دولة يا أستاذ أحمد؟ 28 28 دولة، قائم على ركيزتين. إيه هما الركيزتين اللي قايم الديمقراطية، عليهم سيادة مين؟ القانون، القانون، وإيه تاني؟ تطبيق الديمقراطية. والديمقراطية. دي البداية. تمام. طيب الاتحاد الأوروبي وضع شروطا للانضمام إليه، إيه اللي خلاه وضع شروط للانضمام إليه؟ يبقى هنا نحط سؤال، بما تفسر أو فسر وضع الاتحاد مين الأوروبي شروطا للانضمام إليه؟ ده ما يعرف بشروط كوبنهاجن. هو الاول ليه اتحطت؟ تمام، ده السؤال، ليه اتحطت؟ لوجود فارق شاسع في المستوى الايه الاقتصادي بين دول مين الاتحاد، من دول الاتحاد الاوروبي. ده اول حاجه، ده السبب. تمام. طب هتقف لغايه هنا؟ لا. فوضع الاتحاد الاوروبي شروطا لمين؟ للانضمام اليه. ايه بقى اللي وضعه الاتحاد الاوروبي؟ بقى في عندك في شروط اقتصاديه شروط الاقتصاديه، وعندنا برضو في واتنين عندي شروط سياسيه، وعندك شروط تشريعية. الشروط الاقتصادية ايه هي؟ ان يكون المستوى الاقتصادي قادر على المنافسة مع الدول الاعضاء. تمام. سياسية، ان تكون الدولة المنضمة للاتحاد تطبق احترام القانون والديمقراطية واحترام حقوق الانسان والاقليات. تمام. تشريعية، ان تعدل القوانين والتشريعات بما يتناسب مع قوانين وتشريعات الاتحاد الاوروبي. تمام. طب هو الاتحاد الاوروبي بدا بالشروط دي في البدايه؟ قال لك لا. تمام. يعني كانت الشروط العامه في البدايه، لكن وضع شروطا للانضمام اليه. الشروط دي جت منين؟ من اللي هو المؤتمر اللي عقد في كوبنهاجن. خلاص، وقرروا وضع شروط للانضمام للاتحاد الايه؟ للاتحاد الاوروبي. تمام. نعم. ايه نتيجه شروط كوبنهاجن؟ نقول النتيجه ان تم وضع ان لازم المستوى الاقتصادي يكون قادر على المنافسة، لازم النظم السياسية تكون متقاربة في عملية احترام القانون والديمقراطية وحقوق الانسان والاقليات، ان اي دولة قوانينها مخالفة لقوانين الاتحاد لازم تعدل القوانين وتكون متوافقة مع دول الاتحاد الايه الاوروبي. تمام. يبدأ يتكلم عن الاتحاد الاوروبي. اتفضل. الاتحاد الاوروبي كام دولة استاذ احمد؟ 28. عدد سكانه 500 مليون. احنا بنتكلم كده عن خصائص بشريه. بشريه. صح؟ يبقى لو انا قلت الخصائص البشريه، هنتكلم عن اول حاجه في الخصائص البشريه ايه هي؟ الخصائص البشريه لمين؟
لدول الاتحاد الايه؟ الاوروبي. ايه الخصائص البشريه يا استاذ احمد؟ اول خصيصيه عدد مين؟ السكان. كام قلنا؟ 500 مليون نسمه. تمام. وده بيساعد على توفير حاجتين، ايدي عامله وسوق. وسوق. اثنين من الخصائص اللي هي البشريه لدول الاتحاد الاوروبي تعدد اللغات. تمام. وهنا في كام دولة؟ في كام لغة؟ 23 لغة. لغة تقريبيا، لكن في لغة بنسميها لغة ايه؟ سائدة، اللي هي اللغة الانجليزية. تمام. وعندك دين سائد وهو المسيحية. الدين الايه؟ الدين المسيحي هو السائد في دول اللي هي الايه؟ التكتلات، و5% فقط مسلمين. تمام. دي كلها اسمها خصائص مين؟ اللي هي الايه؟ اللي هي البشرية. مين أكبر دولة في السكان؟ ألمانيا. مين أصغر ألمانيا. دولة في السكان؟ مالطا. طب إيه الخصائص الطبيعية؟ طبعا خصائص طبيعية في الاتحاد الأوروبي ساعدت على نجاح الاتحاد الأوروبي. إيه بقى دي يعني خصائص؟ تنوع مظاهر السطح من سهول. نعم. ومن جبال. جبال وتلال. وتلال وخضاب. نعم. وغيرها. وده أدى لتنوع الموارد. أدى إلى ذلك، إلى تنوع. نعم. الموارد. سهل الأوروبي العظيم يعني يقطع معظم دول الاتحاد الأوروبي. نعم. ايه كمان من الخصائص الطبيعيه؟ المساحه. تمام. 4.2 مليون كيلومتر ايه؟ مربع. ودي بتعتبر 42% من مساحه قاره ايه؟ قاره اوروبا. بالاضافه لموقع اصل الاتحاد الاوروبي، كتير من الدول بتطل على مسطحات مين؟ مائيه، سواء بحر متوسط او محيط اطلنطي، فده بيساعد على تصريف المنتجات حتى الى الاسواق اللي هي الايه؟ الخارجيه. تمام. بالإضافة طبعا للاتصال الأرضي. الاتصال الأرضي. نعم. من مميزاته. تعالى بقى ناخد مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهنأجل المؤسسات نعملهم مقارنة مع بعض. مع بعض. تمام. عندنا الدول الستة لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يمتد في جنوب غرب آسيا. تمام. تعالى نشوف الدول الستة دي. أنا عندي لو أنا بنظر لخريطة آسيا هنلاقي عندي المملكة العربية السعودية، هنلاقي دولة عمان، الإمارات العربية الشقيقة، البحرين، قطر، الكويت. تمام. دول كده ست ايه؟ ست دول. يبقى عندك السعودية، سلطنة عمان، الإمارات العربية، قطر، البحرين، الكويت. فهنا الست دول دول كلهم جنب بعض، فبيشكلوا تكتل اقتصادي ومتجاور بين الدول الاعضاء، ويطل على مسطحات ايه؟ مائيه، اللي هي الخليج العربي وخليج عمان، بالاضافه للبحر العرب والبحر الايه؟ الاحمر. اذا هنا يا استاذ احمد بنلاقي ان التكتل الاقتصادي توفر ليه عامل مين؟ عامل جغرافي مهم جدا، الاتصال الارضي، بالاضافه الى سهوله اتصاله بالعالم الايه؟ الخارجي عن طريق المسطحات المائيه، بالاضافه ان هم كلهم كتلة واحدة في جنوب غرب قارة مين؟ قارة آسيا. تمام. طيب مساحة عكس الاتحاد الأوروبي، قلنا 4.2، يبقى 2.4 2.4 من 10. تمام. هنا بقى يميز أكتر مجلس التعاون لغة واحدة، دين واحد، عادات وتقاليد واحدة، تاريخ مشترك، اقتصاد قائم على النفط. إذا هناك عوامل أدت إلى أو ساعدت على تلاحم سكان دول مين؟ دول اللي هو ايه؟ مجلس التعاون لدول الخليج اللي هي الخصائص البشريه. الخصائص البشريه. تمام. اذا نستنتج من ذلك ان الخصائص الطبيعيه من مقومات نجاح الاتحاد الاوروبي، بينما الخصائص البشريه من مقومات نجاح دول مجلس التعاون الخليج. نعم. كل يعني بيتميز في حاجه معينه. نعم مظبوط. تمام. نعم. واقتصادهم يقوم على النفط. نعم. اقتصاد مشترك. البترول يعني. نعم. المؤسسات بقى استاذ. مؤسسات. طيب نستنى حضرتك نشوف خريطه لدول مجلس التعاون الاوروبي. هنشوف الخريطة قدامنا يا أولاد على الشاشة، بتتكلم على دول مجلس التعاون الخليج العربي. طبعا عندنا فيها مطالب اهي، مسطح مائي غني بالبترول والغاز الطبيعي اللي هو الخليج العربي. عندنا أيضا من المطالب دولة ذات موقع استراتيجي، أحد دول مجلس التعاون الخليج العربي هي سلطنة عمان. عندنا أيضا هنا طبعا مركز ومنفذ خروج البترول، مسطح مائي هام، مضيق هرمز اللي هو مشتعل حاليا بالمشكلات. عندنا ايضا خليج على درجه كبيره من الاهميه، مسطح مائي او خليج، هو خليج عمان.
عندنا كمان هنا مدينة بها مقر مجلس التعاون الخليجي، المقر هنا أو الأمانة العامة موجودة في الرياض. عندنا كمان قلب دولة ذا أهمية دينية، طبعا لأن الخريطة بناخد فيها بقى العموم كله، يعني مكة المكرمة. عندنا هنا دي دولة بها أقليات قومية، طبعا الأقليات هنا مقصود بها الأكراد في العراق. أخيرا عندنا مدينة وقع فيها ميثاق مجلس التعاون الخليجي، تم التوقيع في مدينة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات، وهي أيضا أحد دول مجلس التعاون الخليجي. دي كانت الخريطة اللي وضحت لنا الكلام اللي كان بيقوله دكتور أشرف على موقع دول مجلس التعاون الخليجي، واللي هيكلمنا دلوقتي على مؤسسته. المؤسسات يا أستاذ أحمد يمكن نعملهم كده مع بعض، أنا أقول مؤسسة لدول الاتحاد الأوروبي وحضرتك تقول لي مؤسسة لدول مجلس مين؟ التعاون الخليجي. التعاون. هناخدهم طبعا كمقارنة. اللي هي بنتكلم عن مؤسسات. تمام. من دول الخليج طبعا الايه العربي. العرب. اول مؤسسة هنا استاذ احمد في الاتحاد الاوروبي هنتكلم عنها اللي هو المجلس الأوروبي. المجلس الأوروبي يا أستاذ أحمد بيتكون من إيه؟ يتكون من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات. تمام. يتكون من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات. ورؤساء الحكومات. على اساس ان هناك في دول في برلمانيه، دول برلمانيه زي انجلترا، زي انجلترا يحكمها رئيس حكومه. نعم. تمام. وهنا يبقى في تركيز شويه في الجزئيه. تعالى بقى المهام، ايه هي المهام؟ لو انا هتكلم عن مهام المجلس الاوروبي، بيضع اولويات السياسه العامه لمين؟ للاتحاد الايه؟ الاوروبي. معايا يا استاذ احمد؟ تمام. طيب وهنا ركز في المهام، ممكن اقول ايه مهام المجلس الاوروبي، او ممكن اقول مثلا في الاختيارات مثلا يقول لك يضع اولويات السياسه العامه، ويجيب لك اختيارات وتختار انت المجلس مين؟ الاوروبي. تمام. وهنا المجلس الاوروبي رؤساء ورؤساء حكومات ورؤساء دول، يعني معنى كده ان هو قمه مين؟ الاجهزه. فلو قال لك بما تفسر يعد المجلس الاوروبي قمه اجهزه الاتحاد الاوروبي، او لانه بيتكون من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، وهو اللي بيضع السياسه العامه لمين؟ للاتحاد. تمام. المجلس اللي هيقابله الناحيه الثانيه ايه يا استاذ احمد؟ المجلس الاعلى. المجلس الاعلى هيتكون من مين هنا؟ من الملوك والرؤساء. يتكون من الملوك والرؤساء. ملوك ورؤساء الدول الاعضاء. تمام. تمام. مهامه، المهام بتاعته يعين الامين العام. يعين الأمين العام، وطبعا وضع السياسة العليا للمجلس. يضع السياسة العليا للاتحاد. ثلاثة. يتبعه طبعا لجنة فض المنازعات. تتبعه لجنة فض مين؟ المنازعات. ويصدق على الميزانية. أربعة. يصدق على الميزانية. تمام. كده خلصنا أول جزئية اللي هو بيتكلم فيها عن، ويعتبر كده ده وجه شبه. نعم. يعني كلاهما قمة أجهزة الاتحاد. نعم. وحتى تمام. متشابهين في وضع ده، يضع السياسة العامة ويضع السياسة العامة. نعم. تمام. تعالى بقى ناخد اللي هي الإيه؟ الجهاز الآخر. الجهاز الآخر. رقم 2
البرلمان الأوروبي. في البرلمان الأوروبي الأول خالص نقول هو بيتشكل إزاي. يتم انتخابه كل 5 سنوات تمام من شعوب الدول مين؟ الأعضاء. يتم انتخابه كل 5 سنين من شعوب الدول مين؟ الأعضاء. تمام. إيه تاني هنا في البرلمان الأوروبي؟ إيه بقى مهمته؟ مهمته يصدر القوانين والتشريعات الخاصة بمين؟ بالاتحاد الايه؟ الاوروبي، في ضوء المقترحات اللي بتقدمها له المفوضية الايه؟ الاوروبية. الاوروبية. تمام. هل في شبه ليه او في حاجة زيه في مجلس التعاون لدول الخليج العربي؟ يعني مفيش برلمان عندهم. مفيش عندهم برلمان. صح؟ بس عندهم مؤسسة تانية. عندهم مؤسسة، نقول مؤسسة اللي هي تعتبر رقم 2 في، يعني عندهم المجلس الوزاري. نعم، المجلس الوزاري. اتفضل استاذ. والمجلس الوزاري ده برضو يعني ليه شبيه في الاتحاد الاوروبي بعد ذلك. نعم، ده الجهاز التنفيذي للاتحاد. يبقى هنا ده كده الجهاز التنفيذي لمين؟ للاتحاد الاوروبي. طبعا التكون يتكون من وزراء الخارجيه. المجلس الوزاري الجهاز التنفيذي لدول الاتحاد، مجلس مين؟ التعاون. التعاون لدول الخليج العربي. تمام. نعم. ويتكون من وزراء خارجيه الدول الاعضاء. يتكون من وزراء خارجيه الدول مين؟ الاعضاء. ايه تاني في المجلس؟ اقتراح السياسات، يعني نقدر نقول مثلا من المهام لي وضع التوصيات. يقترح السياسات ويضع التوصيات الهادفة لتحقيق التعاون، التي تهدف لتحقيق التعاون من دول مين؟ الاتحاد. من دول الاتحاد. وتنسيق وتشجيع الأنشطة القائمة، ويشجع الأنشطة الإيه؟ القائمة بين دول الاتحاد. القائمة. ويعين الأمناء المساعدين. يبقى هنا كمان بقى في حاجة تانية أهي، يعين مين؟ الأمناء المساعدين كل 3 سنين. تمام. نعم. وبيعقد أصلا اجتماع كل 3 شهور. تمام. وبيكون من وزراء اللي هو خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنه. تمام. طيب ده كده اللي هو المجلس مين؟ اللي هو الإيه؟ الوزير. تعال نشوف في الاتحاد الاوروبي الجهة الثالثة ايه هي. انا عندي في الاتحاد الاوروبي في حاجة اللي هو ايه يا استاذ احمد؟ مجلس الاتحاد الاوروبي. مجلس الاتحاد الاوروبي ده بيعتبر ايه؟ مجلس الاتحاد الاوروبي هنا يساعد البرلمان في وضع القوانين، في اللي هي اصدار اللي هي الايه؟ القوانين. القوانين والايه؟ والتشريعات. وهو الجهه الرئيسيه لاتخاذ القرار. خلاص. وهو الجهه الرئيسيه لاتخاذ الايه؟ القرار داخل الاتحاد. القرار داخل طبعا الاتحاد. ده المجلس اللي هو مجلس الاتحاد الايه؟ الاوروبي. تعالى بقى نشوف الامانه العامه. الامانه العامه. الامانه العامه هنا لدول مجلس التعاون الخليجي، لدول مجلس الرياض. التعاون هنا مقرها فين؟ الرياض. الرياض هي الهيئه الاداريه المركزيه للاتحاد. بتتكون من الايه؟ الامين مين؟ الامين العام. العام. وخمسه امناء مساعدين. وخمس امناء مساعده. واحد بقى بيكون خاص بالنواحي السياسيه والعسكريه والنواحي الامنيه. تمام. والاقتصاديه والانسان والايه؟ والبيئه. مهمتها اعداد الدراسات الخاصه. نعم. تمام. ايه المهمه بتاعت الامانه؟ اعداد الدراسات الخاصه بالتعاون.
والتنسيق. إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والبرامج والتعاون والتنسيق والخطط والخطط ووضع برامج يعني متكاملة. كل ده هدفه بالنشاط. برضو يشجع على التعاون من دول مين؟ من دول ما بس يشجع لك المشروعات الايه؟ المشتركة. تمام. فاضل عندي المفوضية مين؟ الأوروبية. الأوروبية، ودي خليناها للآخر، الجهاز الأخير. لأن المفوضية الأوروبية بيسموها أحيانا إيه بقى يا أستاذ أحمد؟ المفوضية الأوروبية هي الجهاز التنفيذي لمين بقى؟ للاتحاد الأوروبي. يعني تتشابه مع المجلس الوزاري. يبقى انت هنا بقى نشوف بقى، شوف كنت لسه هعمل ايه. لسه هجيب دي كده واقول تمام. المجلس الوزاري، الجهاز التنفيذي لمجلس التعاون. تمام. لكن المفوضية هي الجهاز التنفيذي للاتحاد مين؟ الاتحاد الاوروبي. للاتحاد الايه؟ يعني ده وجه شبه. ده وجه شبه ما بينهم. تمام. ايه بقى مهمتها؟ تشرف على، واكتب بقى الميزانية، ميزانية الاتحاد، البرامج، اتفاقيات المعاهدات، الاتفاقيات، المعاهدات بين الدول بالاشتراك مع محكمة العدل الايه؟ الدولية. تمثل الاتحاد عالميا في المؤتمرات والمحافل الايه؟ الدولية. تقترح قوانين وتشريعات وتقدمها للي هو البرلمان او المجلس الاوروبي. تمام. نعم. يعني ممكن برضو يجيب لنا بعض المهام او الوظائف واحنا نقول الاسم. نعم. يعني يقول مثلا ايه الجهاز التنفيذي لمثلا دول مجلس التعاون الخليجي، مجلس الوزاري. نعم. يشرف على الميزانيه في الاتحاد الاوروبي، المفوضيه. نعم. الاوروبيه. نعم مظبوط. تمام. يمثل الاتحاد في المحافل الدوليه وهكذا. يعني تمام. على اساس ابنائنا برضو يبقى عندهم ايه اهتمام بالشكل والشكل الاخر. تمام. حضرتك غطيت التكتلات، بس هنراجع برضو مع ابنائنا على الشاشه بعض اسئله التكتلات يا اولاد، ونواصل في مراجعتنا مع دكتور اشرف، المراجعه المنظمه معاه. بس هنشوف شويه اسئله على الشاشه كده تراجع التكتلات. متى ظهرت التكتلات الاقتصاديه؟ بنقول هنا متى ظهرت التكتلات الاقتصاديه. طبعا التكتلات الاقتصاديه يا اولاد دي ظاهره حديثة نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، حينما أرادت أوروبا أن تنهض اقتصاديا ومن كبوتها بعد الحرب، فشكلت الاتحاد الأوروبي اللي كان في بدايته يعني لسه مجموعة الفحم والصلب، ثم تكون الاتحاد بشكله اللي احنا شايفينه دلوقتي. طيب، يبقى أول من قام بالتكتلات الاقتصادية كانت أوروبا. السؤال بيقول قدامنا اهو، متى ظهرت التكتلات الاقتصادية؟ طبعا ظاهرة حديثة ترجع الى بدايات القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية، وكان مكانها اوروبا. بعد كده عندنا تعريف للتكتلات الاقتصادية. طبعا درجة من درجات التكامل الاقتصادي، درجة من درجات التكامل الاقتصادي يقوم به مجموعة من الدول المتجانسة جغرافيا، ثقافيا، اجتماعيا. يعني نقدر نقول ان الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي هي من الدول المتجانسة. سؤال اخر، مراحل تكوين التكتلات الاقتصادية. طبعا دي الطريقة او المراحل، رفع الحواجز الجمركية وغير الجمركية، اتحاد الجمركي، السوق المشتركة، الوحدة الاقتصادية، الاندماج الكامل. ويعد الاندماج الكامل غاية ما تسعى إليه التكتلات الاقتصادية. عندنا برضو سؤال تاني، تشغل التكتلات الاقتصادية حيز مكاني على خريطة العالم السياسية؟ نعم، هي تشغل حيز مكاني لأنها تضم دول متعددة محددة وتشغل مساحة من الأرض محددة بالحدود السياسية لأعضائها من الدول. عندنا برضو سؤال آخر، ما هي مقومات التكامل الاقتصادي؟ مقومات التكتلات، مقومات جغرافية اللي هي الاتصال الأرضي، المقومات البشرية والتكنولوجية المتشابهة طبعا، المقومات الاقتصادية المتنوعة طبعا، المقومات السياسية
المتشابهة المقاومات العسكرية الضرورية للنجاح. بعد كده عندنا سؤال تاني بيقول أهمية التكتلات الاقتصادية اللي هي أهدافها، أو نقدر نقول ما تسعى إليه التكتلات، الحصول على مزايا الإنتاج الكبير، تسهيل عملية التنمية الاقتصادية، تنويع الإنتاج بطريقة اقتصادية، تخفيف أثر الصدمات الخارجية، وأخيرا ينتج عنه كل الكلام ده رفع مستوى رفاهية المواطنين. سؤال آخر، ما هي نماذج التكتلات الاقتصادية؟ كان عندنا نموذجين ناجحين موجودين، عندنا نماذج أخرى موجودة، النافتة، الاتحاد الأوروبي، التجمع الكبير لدول جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي، مشروع السوق طبعا الكوميسا، ودول مجلس التعاون الخليجي. دي تعتبر من التكتلات اللي موجودة. شروط الانضمام للاتحاد الأوروبي، عندنا الشروط الاقتصادية، أن يكون النظام الاقتصادي قادر على التعامل مع المنافسة الموجودة داخل الاتحاد. عندنا شروط تشريعية، تعديل التشريعات بما يتناسب مع تشريعات وقوانين الاتحاد الأوروبي. شروط سياسية، ضمان الديمقراطية وتطبيق حقوق الإنسان، احترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات. عندنا بعد كده ما هي مراحل تكوين الاتحاد؟ طبعا مراحل تكوين احنا عارفين منها طبعا، لكن عندنا أسئلة عن المؤسسات. مؤسسات الاتحاد الأوروبي، المجلس الأوروبي، البرلمان الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي، وأخيرا المفوضية الأوروبية. معنا تليفون، طيب احنا هنفتح التليفونات يا اولاد عشان نتلقى بعض الاتصالات من ابنائنا. الو الو، ايوه معلش يا سلام. بقول لك هو الامتحان كله هيبقى عباره عن فيلم، مفيش مثلا حد اي حاجه؟ لا طبعا، يعني هو في تنوع، بس طبعا دكتور اشرف هيرد عليك. بتبقى المواصفات بتبقى محطوطه زيه زي اي امتحان عشان تبقى عارفه. يعني انت بص للامتحانات بتاع العام الماضي، الفصل اللي هو الدور الاول والدور الثاني، وفي نماذج استرشاديه موجوده على موقع الوزاره، نموذج واحد ونموذج اثنين، بتلاقي فيهم ان لازم الامتحان بيكون فيه متنوع، في اسئله تذكر، في اسئله فهم، في اسئله استنتاج، في اسئله مستويات عليا، فلازم الامتحان يكون متنوع. يمكن بس هو كل القصه اللي موجوده ان بعضكم ما بيفهمش بس صيغه السؤال، لكن لو فهمتيها تقدر تعبري بشكل جيد. تمام. يعني زي السنه اللي فاتت واللي قبلها، ولا هيبقى زيهم برضه؟ قريب منهم يعني، مش شرط لجنه الله اعلم بيها، لكن بقول لك انت عندك نماذج استرشاديه وامتحان دور اول وامتحان دور تاني، فامتحان الدور الاول والدور التاني والنموذجين الاسترشاديين الاثنين مع بعض، مع يعني اربع امتحانات، اهو دور اول ودور تاني ونموذجين استرشاديين، اربع امتحانات. انت لو ركزت فيهم هتلاقي شاملين المنهج كله، هو لازم يجيب كده اجزاء المنهج كامل. فيهم اسئله تذكر، هتلاقي فيها اسئله تذكر اللي هي مثلا بعض المفاهيم والمصطلحات وكده، واسئله بما تفسر، لكن لازم اجيب ما العلاقه، ما النتائج، دلل على يقيس مستويات عليا، ايه تقييمك، ايه وجهه نظرك، الكلام ده لازم يبقى موجود. تمام. شكرا لبنتنا مدونة من الاسكندريه. كنا بنتكلم مع دكتور اشرف مع ابنائنا على الاسئله اللي موجوده معانا، وبنواصل الاسئله دي. مؤسسات الاتحاد الاوروبي يا اولاد، المجلس الاوروبي، البرلمان، ومجلس الاتحاد والمفوضيه، واحنا اتكلمنا عنهم بالتفصيل دلوقتي في عجاله كده. طيب هنا بنقول برضو نشأة دول مجلس التعاون الخليجي. احنا عندنا دول مجلس التعاون الخليجي اعلن قيامه في مدينه ابو ظبي، ولكن المقر الرياض. وخلي بالك ان المجلس وقع عليه في ابو ظبي، ففي الخريطه يقول لك مدينه وقع بها، وايضا مدينه بها المقر يبقى الرياض، من ست دول عربيه. عايزين نشوف الملامح الجغرافيه، ده اخر سؤال لينا، الملامح الجغرافيه لدول المجلس التعاون الخليجي.
طبعا هي كتلة واحدة ممثلة في 6 دول تقع في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا، تطل على الخليج العربي، وطبعا عشان كده ده خدت منه اسمها. وبنقول ان دول مجلس التعاون الخليجي يعتمد اقتصادها على النفط، ودي كانت الملامح الجغرافية، ولكن الملامح البشرية هي سر نجاح دول مجلس التعاون الخليجي. اشتركوا في العادات، اشتركوا في التقاليد، والتاريخ المشترك والجوار، وكل هذا عوامل ساعدت على نجاح هذا التكتل. بكده نكون يا أولاد احنا استوفينا كل ما يتعلق بالتكتلات يا دكتور أشرف. هناخد بقى نتكلم في الوحدة الرابعة. لسه الأحلاف العسكرية يا أستاذ أحمد. الأحلاف العسكرية. الأحلاف العسكرية بيتكلم فيها عن أول حاجة المفاهيم. تمام. مش مكشر أنت النهاردة أستاذ أحمد؟ لا النهاردة مش مكشرين معلش. هو بيبقى إرهاق شغل بس. بيرهق العمل. تمام. ربنا يقويك. ربنا يخليك. أول حاجة بالنسبة للأحلاف العسكرية. الحلف العسكري معناه ايه يا استاذ احمد؟ هو عباره عن اتفاق رسمي بموجبه تتعهد مجموعه من الدول على استخدام او على التعاون في استخدام قدراتها العسكريه ضد دولة. نستاذن حضرتك يا دكتور نتلقى تليفون او عدة دول. اتفضل معانا تليفون. الو الو تليفون معانا. الو الو ايوه اتفضلي. من النتائج المترتبة على نشأة حلف شمال اطلسي؟ معلش يعني وطي الصوت شوية كده. النتائج المترتبة على نشأة حلف شمال الاطلسي. حلف شمال الاطلسي. ما النتائج المترتبه على نشاه حلف الناتو؟ طيب ماشي. في سؤال تاني؟ لا شكرا. العفو. خليكي معانا. حضرتك كنت بتقول انا نتاج ان احنا بنقول الاحلاف او التكتلات بنقول اهدافهم. تمام. هنا النتائج في نتائج فعلا مباشره لحلف شمال الاطلسي. تمام. انت عندك في الاثر الدولي والاقليمي لحلف الناتو اللي هو حلف شمال الاطلسي. تمام. فدي نتائج لحلف شمال الايه؟ الاطلسي. الاطلسي. تمام. هو انا ممكن يكون السؤال اكثر تحديدا مثلا يقول لك مثلا بالنسبه للاحلاف العسكريه، بالنسبه للحرب البارده، بالنسبه لسباق التسلح. تمام. فاحنا هنجاوب لها عليه كله يعني. تمام. النتائج المترتبه على نشاه حلف الناتو او حلف شمال الاطلسي. اول حاجه السؤال هقوله بقى بطريقه ثانيه برضه عشان ابنائنا الطلاب يبقوا عارفينه. تمام. اللي هو ما الاثر الدولي والاقليمي لحلف مين؟ لحلف الناتو. ده سؤال بطريقه ثانيه. تمام. ايه الاثر الدولي والاقليمي لحلف الايه؟ لحلف الناتو. طيب نشوف بقى الاجابه على السؤال ده. اول حاجه عندي رقم 1 زياده حده الحرب الباردة. طيب نتوقف عند الجزئية دي يا فندم وناخد نتصل يا ناخد تليفون لان احنا فتحنا السكة لابنائنا ونقول الو كده وبعدين نكمل مع حضرتك تاني. الو. طيب معلش عاود الاتصال تاني. احنا فتحنا الاتصال بس في ضغط على المكالمات. نعم. نستكمل مع حضرتك. يبقى اول حاجة زيادة حدة الحرب الايه؟ الباردة. الباردة. تمام. والتنافس بين المعسكرين الشرقي والايه؟ والغرب. والغرب. تمام. فكانت النتيجه ايه بقى يا استاذ احمد؟ نتج عن ذلك انشاء حلف وارسو. طيب التليفون جالنا تاني استاذ حضرتك. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال. اتفضل. ما العلاقة بين النظام العالمي الجديد والعولمة؟ ما العلاقة بين النظام العالمي الجديد والعولمة؟
نقول ما العلاقة بين العولمة والنظام العالمي الجديد؟ النظام العالمي الجديد والعولمة. في سؤال تاني يا أستاذ أحمد؟ ما أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي؟ ما أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي؟ تمام. أسئلة تاني؟ لا شكرا. خليك معانا. نجاوب الاول السؤال الاولاني. هنجاوب سؤالنا الاولاني بتاع السنه الاولى افضل وبعد كده نجاوب السؤالين بتوعك. تمام. فبنقول زياده حده الحرب البارده والتنافس بالمعسكر الشرقي والغربي فنتج عن كده اللي هو انشاء حلف ايه؟ وارسو. تمام. طيب ايه تاني؟ انهماك المعسكرين. تمام. في سباق التسلح. في سباق التسلح. طب ده ادى الى ايه؟ ادى ذلك الى ارهاقهم اقتصاديا، يعني تمام. الكلام ده ادى الى ارهاق الولايات المتحده اقتصاديا، والاتحاد السوفيتي برضه ارهق ايه؟ اقتصاديا، ولكن مين اللي اتاثر اكتر؟ كان الاتحاد مين؟ تمام. اللي هو الايه؟ السوفيتي. تمام. طيب ايه بقى النتيجه رقم ثلاثة؟ رقم ثلاثة يتكلم عن نتيجة لإنشاء حلف الناتو، وهو ضعف دور الأمم مين؟ المتحدة، بسبب التنافس بين الدول مين؟ الدول الكبرى. تمام. ده كده هو النتائج الإقليمية والعالمية. إيه الأثر الناتج عن إنشاء حلف الناتو بالنسبة للدولي أو المجال الدولي أو المجال مين؟ الإقليمي. تمام. ده إجابة مين اللي هو السؤال اللي هو الخاص بابن دايما في أسئلة ما العلاقة، أنا بشوف مين اللي بيأثر في مين. تمام. خلاص. فهنا العلاقة بين النظام العالمي الجديد والعولمة، هي العولمة هي اللي أثرت في النظام العالمي الجديد، هي أحد العوامل اللي نتجت عن النظام العالمي الجديد، هي فكرة العولمة أن يبقى فيه قوة كبيرة بتتحكم في الدول مين اللي هي الصغيرة. تعال نشوف التعريف بتاع النظام العالمي الجديد عبارة عن ايه. تمام. مجموعة التفاعلات التي تتم بين اعضاء المجتمع الدولي على المستويين العالمي والايه؟ الاقليم. مستمد من نسق معينة او فلسفة معينة اللي هي فلسفة مين؟ العولمة. يبقى اذا النظام العالمي الجديد الفكرة بتاعته يحقق. مستمدة من فلسفة مين؟ العولمة. رقم اتنين. تمام. عندك في النتائج المترتبة او الاثار المترتبة على النظام العالمي الجديد بالنسبة للدول النامية والدول مين المتقدمة. طبعا. عنده نقطة مهمة جدا، ان تأثرت الثقافات الاقل بالثقافات الايه الاقوى، اللي هو اختراق الثقافات القوية للثقافات الضعيفة، وده يعتبر احد قيم العولمة مين السلبية. طبعا. يبقى الطالب هنا يتكلم عن النقطتين دول. تمام. طيب. ايه بقى اسباب انهيار الاتحاد السوفيتي؟ طبعا هنا نقول الاسباب، التولي جورباتشوف. نعم. اتباعه سياسة اقتصادية لم تؤدي الى نتائج حاسمة او لم تؤدي الى النجاح المرجو بالاعتماد على القطاع الخاص. نعم. ده ادى الى وجود اضطراب وبدأت الجمهوريات تطالب بالانفصال. نعم. على الاتحاد الايه السوفيتي. فما انفصلت الدول وبدأت تتخلى عن التزاماتها تجاه حلف ايه وارسو. قولنا طبعا في البداية حل الحلف رسميا، وطبعا قبل كده كان في اللي هو هدم سور برلين واتحاد المانيا الشرقيه مع المانيا الايه الغربيه. فكانت النتيجه اللي هو تفكك الاتحاد السوفيتي نتيجه النزعه الانفصاليه اللي حصلت، فبدات الدول تنفصل عن الاتحاد الايه السوفيتي تباعا. نعم. تمام. تمام. طيب بنوصل مع حضرتك حديثنا على الاحلاف العسكريه. نعم. وكنا بنتكلم يعني اتكلمنا عن التعريف. تمام. التعريف وهي ظاهره قديمه ولا حديثه؟ بنقول ان الاحلاف ظاهره ايه؟ قديمه. ظاهره اذا تختلف عن التكتلات. بتختلف كده عن التكتلات الاقتصاديه. هل ممكن يكون في مقارنه بين التكتلات والاحلاف؟ وارد، مثلا من حيث الاهداف. تمام. من حيث مثلا الزمن، توقيت الزمن. دي ظاهره قديمة اللي هي الأحلاف. تمام. لكن التكتلات ظاهرة حديثة في النص الثاني من القرن العشرين. تمام. وممكن نقول من حيث التعريف برضه. ممكن تعريفات المفهوم. مفهوم. بالنسبة للأحلاف العسكرية ليها أهداف. تمام. إيه هي أهداف الأحلاف العسكرية؟ أول هدف من أهداف الخاصة بالأحلاف العسكرية
ايه هي اهداف ما اهداف الاحلاف؟ مين الاحلاف العسكريه؟ عندنا بقى رد الاعداء. ماذا يحدث اذا تمام. نجح الوطن مين العربي في اقامه تحالف عسكري او حلف ايه عسكري عربي؟ كل دي تقريبا اسئله بتدور في سياق محدد وهو اهداف الاحلاف مين العسكريه. تمام. اول هدف استاذ احمد، هو الهدف المباشر عندك هو ردع الاعداء. ردع الايه؟ الاعداء. ردع الاعداء يعني حمايه الامن القومي والاقليمي للدول الاعضاء عن طريق صد الاعداء. تمام. اتنين، زياده الايه؟ زياده القوه. زياده القوه بدلا من التسلح المنفرد. لان التسلح المنفرد ده بيرهق الدوله اقتصاديا وبيستنزف مواردها. استاذ حضرتك في تلقي تليفون. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حضرتك يا مستر؟ اهلا وسهلا يا فاطمه، ازيك؟ الحمد لله تمام. كان عندي سؤال زي ما تفضل. اتفضلي يا فاطمه. اهميه الجغرافيا السياسيه بالنسبه للسياسيين والعسكريين. اهميه الجغرافيا السياسيه بالنسبه للجغرافيين والعسكريين. تمام. في اسئله تانية يا فاطمه؟ لا شكرا حبيبي. شكرا، خليكي معانا. طبعا اهميه الجغرافيا السياسيه بالنسبه للجغرافيين والعسكريين. بنتكلم عن اهداف الجغرافيا السياسيه، ويمكن ده الكلام اللي احنا اتكلمناه في الاول، بس هنا ممكن تبدا بطريقه معينه. ان بالنسبه للسياسيين والعسكريين بنقول انها بتدرس الوحدات السياسيه من حيث نواحي القوه والايه والضعف، والضعف. وبتدرس كمان التجمعات العالميه والايه والاقليميه، وتحللها تحليل جغرافي. بتوفر بيانات ومعلومات لمتخذ القرار السياسي. ساعدت في حل الكثير من المشكلات السياسيه زي مشكله طابه. تمام. ومشكله رسم الحدود في اوروبا. تمام. نعم. بتدرس الاحلاف العسكريه. نعم. تمام. طيب نواصل مع حضرتك. كنا في حديثنا عن الاحلاف العسكريه. نعم. وقلنا اهداف الاحلاف العسكريه رضع الاعداء. نعم. وبنتكلم على زياده القوه دون تكلفه اقتصاديه. نعم. فبنقول ان زياده القوه بدلا من التسلح الايه؟ المنفرد. لان التسلح المنفرد بيستنزف موارد الدول اقتصاديا. رقم ثلاثة، تسوية المنازعات بين الدول الاعضاء بطريقه ايه؟ سلمية. بطريقه سلميه وتحقيق مصالح مشتركه. تمام. دي كده اهداف الاحلاف مين العسكريه. طيب. وعندي ادي الاربع عناصر: ردع الاعداء، زياده القوه، تسويه مين المنازعات بطرق مين؟ بطرق سلميه. عندك رقم أربعة، تحقيق مصالح مشتركه. يعني نقدر نقول ما العلاقه بين رد الاعداء والاحلاف العسكريه؟ يعتبر هدفا لكثير من هدف الاحلاف، هدف من اهداف الاحلاف العسكريه التي تنشا بدافع الخوف من عدو مشترك مثلا. نعم. مثلا ايه اثر الاحلاف العسكريه على التسلح المنفرد؟ تمام. ان بدا كثير من الدول بدات ايه تتخلى عن سياسه التحالف اللي هو التسلح مين المنفرد، وتدخل في تحالفات ايه؟ في تحالفات عسكريه على اساس ان هي تقلل شويه من استنزاف الموارد. تمام. ما العلاقه بين الاحلاف واقتصاد الدوله؟ احنا طبعا قلنا هي بتحمي اقتصاد الدوله، بس احنا قلنا تعتبر يعني وسيله لتوفير النفقات. نعم. العسكريه طبعا انها النفقات العسكريه بتكون مرتفعه جدا. نعم. طيب ايه الخطوه اللي جايه بقى؟ الخطوه اللي جايه انت عندك حلفين عسكريين. طبعا. هو قال لك ان في احلاف تم حلها واحلاف ما زالت باقيه. الاحلاف اللي تم حلها اللي هو حلف وارسو، واللي هو الحلف المركزي حلف بغداد وجنوب شرق مين اسيا. وخد نموذج على الاحلاف اللي تم حلها وهو حلف وارسو، ونموذج لاحلاف ما زالت قائمه اللي هي حلف مين؟ حلف الناتو. الناتو. تمام. خلينا نحط الاول مقارنه ما بينهم كده. نقول مثلا حلف الناتو وحلف ايه؟ وارسو. وارسو. اول حاجه نخلي مثلا النشأه، المقر، الاسباب اللي هي هنقول النشأه فيها. تمام. خلاص، في الاثنين طبعا. تمام. ايه اللي خلى حلف الناتو ينشأ؟ هو تجديد
الاتحاد السوفيتي حصاره على برلين سنة 1948. تمام. وهنا هعمل ستوب. ايه نتيجة تشديد الاتحاد السوفيتي حصاره على برلين؟ انشئ حلف مين؟ الناتو. اللي هو الناتو. نستأذن حضرتك في تلقي تليفون. الو؟ الو؟ ايوه اتفضل. لو سمحت كان عندي سؤالين. اتفضلي مريم. اتفضلي يا مريم. مريم. ماشي اتفضلي يا مريم. بما تبشر ايوه اختلاف شكل الصراع على الحدود السياسيه. لا عايزين نسمع تاني يا مريم. وطي ابعد عن التلفزيون ووطي الصوت شويه. اختلاف شكل الصراع على الحدود السياسيه. اختلاف شكل الصراع على الحدود السياسية. شكل الصراع على الحدود السياسية النهرية. بين البر والبحر. بين البر والبحر. أنا بكتب لها النص اللي هي بتقوله بس بقى كان بقى على بس السؤال يا مريم السؤال غريب شوية. يعني احنا نقول مثلا اختلاف أشكال الصراع في مناطق الأنهار، نقول صراع على تقسيم المياه، صراع على تقسيم الحدود، صراع على توليد الكهرباء، صراع على الملاحة، صراع على صيد الأسماك. هذا مؤدى سؤالك. لكن هو برضه ممكن يعني لو هو هنا اختلاف شكل الصراع في الحدود السياسية بين البر والبحر، الحدود البريه دايما بتنشا فيها مشاكل حدوديه. تمام. زي مشكله سبته ومليله وكشمير وبعض مشاكل اللي هي الايه الرعاه، وده بالنسبه للحدود البريه. تمام. ودايما لما بتنشا صراعات في المناطق البريه فده بيؤدي لعدم تحقيق التعاون بين الدول ونشوب الحروب او تمام. التنميه. تمام. تعالى بقى في البحر لو يعني هي تقصد بطريقه تانية اللي هي في مناطق المياه الاقليميه، فده ممكن ينشا بسبب حاجتين رئيسيتين، يا اما في موارد في الرصيف القاري زي مثلا ما بين ليبيا وتونس بترول وحصل صراع ما بينهم. تمام. فهنا بتنشا المشكله على اساس تحديد اللي هي الايه الحدود في المياه الاقليميه بدقه، او عن طريق كمان اللي هي لو احنا هنخص البحر تحديدا ما بين الدول المتقابله في الممرات اللي هي مين المائيه اللي هي المضايق وما شابه والممرات. نعم. تمام. ده طيب. بالنسبه للاجابه نوصل الاحلاف العسكريه. نعم. كنا بنتكلم على نشأة حلف وارسو حلف الناتو. نعم. فقلنا ايه نتيجة المباشرة لتجديد حصار الاتحاد السوفيتي حصاره لبرلين سنة 48؟ انشئ حلف الناتو. ايه اللي تمام. حصل هنا؟ بنقول ان اجتمعت دول اوروبا مع غرب اوروبا مع الولايات المتحدة مع الولايات مين؟ المتحدة في فين بقى يا استاذ احمد؟ في واشنطن سنة 49. سنة كام؟ سنة 1949. وحددوا اللي هو ميثاق حلف مين؟ الناتو. وتم الاتفاق على انشاء حلف مين؟ حلف الناتو. تمام. اذا الهدف الاساسي اللي جاي بقى هو مواجهه تهديدات الاتحاد مين؟ السوفيتي والدول المشكله الورسو فيما بعد. لدول غرب مين؟ لدول غرب اوروبا. تمام. ده كده سبب. تعالى بقى حلف مين؟ وارسو. وارسو. انشئ حلف وارسو ليه؟ لمواجهة تهديدات. نستأذن حضرتك في تلقي تليفون. الو؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ازيك انت؟ لو سمحت كان عندي سؤال. اتفضل. بما تفسر اصبحت الصين لاعبا اساسيا على مصر على العلاقات الدولية. بالنسبه للجانب ده هتكلم على الانتاج الصناعي ولا بما انها دوله ذات مساحه كبيره للدوله هفضل اتكلم على الايجابيات؟ بص تاني. حضرتك احنا بنقول بما تفسر اصبحت الصين لاعب على مسرح السياسه الدوليه لقوتها الاقتصاديه بصفه عامه. قوتها الاقتصاديه بالنسبه للانتاج الصناعي. السكان لقوتها الاقتصاديه والسكانيه، بس نبدا بالاقتصاديه. لا ما انا بتكلم على اللي هو السكان وبرضه كان مساحه كبيره اللي هي الصين برضه مساحه كبيره في نفس الوقت. ما احنا بنتكلم على المساحه، احنا بنتكلم على الاقتصاد بصفه عامه.
والاقتصاد كده بيضم معاه دخل معاه المساحه، مقومات المساحه، المساحه على اساس فيها تنوع في الموارد وكده. يعني يعني لو هنجاوبك على السؤال، اصبحت الصين لاعب على مسرح السياسه العالمي. تمام. اول حاجه بسبب زياده عدد سكانها فاحتلت مقعد دائم في مجلس الامن. تمام. خلاص، قبل ان تصبح اصلا قوه اقتصاديه. تمام. اثنين، ان الصين بدات تلعب دور على مسرح السياسه العالمي نتيجه لتفوقها الايه؟ الاقتصادي. فبدات تتنافس جميع دول العالم لاقامه علاقات وديه مع مين؟ مع الصين. مع الصين. تمام. ثلاثه، لو عاوز تحط المساحه، ان الصين مساحتها كبيره فبتحتوي على العديد من الايه؟ من الامكانيات. وعاوز تطبق عليها كمان القوى العسكريه، النهارده الصين من القوى الايه؟ العسكريه اللي مشهوره او الموجوده في العالم. تمام، يبقى اجابتك كده شامله. برضه من الحاجات اللي حضرتك قلتها احنا يعني ايه زودنا عليها، بس الاجابه بتاعت حضرتك برضه تتحط معانا في السياق. طب لو سمحت، وانا يوم ما اتكلم مثلا عن وحدد الانتاج الصناعي بالاقتصاد، اتكلم عن المميزات بتاعتها، ولا مجرد ان انا اقول ان الصين تتميز بالانتاج الصناعي واللي هو احتلت مقعد في الاقتصاد، مساحه كبيره، دوله ذات حجم سكاني كبير، وابدا اجيب الحاجه بال انت عايز تتكلم عن التفاصيل بقى، وتخش انها بتصنع سيارات وبتصنع يعني ايه؟ يعني انت قلت الاقتصاد بصفه عامه. ما انا بستفسر من حضراتكم برضه. لا لا، احنا مش هنتكلم عن الصناعه بصفه خاصه، احنا هنتكلم عن الاقتصاد كله. بتتكلم عن الاقتصاد، حجم التجاري كبير، موارد زراعية، موارد صناعية، فانا بتكلم على اقتصاد في المجمل يعني. لكن احنا لكن احنا نتكلم على التأثيرات الاقتصادية، احنا ما بنخشش على تفصيلات الاقتصاد قوي يعني. طيب تمام. اذا سمعت، طب بالنسبة لامتحان الجغرافيا، الاسئلة هتبقى مباشرة ولا هنضرب في زي التاريخ؟ هتبقى زي التاريخ على طول. الله اعلم اصلا. يعني لا لا، احنا بنقول ليه هتبقى زي التاريخ؟ الاتجاه العام دكتور اشرف لسه قايل ايه؟ الاتجاه العام النهارده للوزاره ان بتنمي الفكر، اعداد مواطن صالح قادر على التفكير. شوف احنا احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بنجري حوار معاك صح؟ وبنفكر، ما استأثرناش برأينا وخدنا برأيك صح كده؟ احنا عايزين بقى ماشي. بعد اذن حضرتك، دي مواد ادبيه يعني، مهما كان جزء الحفظ ده جزء اساسي. ياه. ازاي انا اتخلى على جزء زي جزء الحفظ؟ انا فهم ما، اولا جزء الحفظ ماشي لازم اجيبه، ثانيا ان ديت انا اسئله ما تعودتش عليها او ما خدتهاش قبل كده، طب ازاي دي بقى حتى بجنيه الوزاره طلع بره اسئله كانت كلها جديده؟ طب انا هقول لحضرتك، على لا لا لا، لو رجعت كويس بالتحليل اللي اتعمل عشان تبقى عارف في امتحان التاريخ، وجد ان يمكن اكتر من 12 سؤال من امتحانات اللي هو 2018 دور اول ودور تاني، والنموذجين اللي موجودين على موقع الوزاره عشان تبقى عارف. يعني ما اتعمل التحليل للمحتوى الخاص بامتحان التاريخ، وجدوا ان كتير من الاسئله يا استاذ احمد، يمكن حتى في تشابه في الاجابات ما بين امتحان دور اول ودور تاني 2018 والنموذجين اللي موجودين على موقع الايه؟ الوزاره، او النماذج اللي نزلت على موقع الوزاره. هو بس كل القصه ان انت مش قصه ان الجغرافيا تيجي زي التاريخ، الله اعلم هي تيجي عامله ازاي، بس اللي انت تبقى عارفه كويس ان انت تبقى مذاكر منهجك كويس. هل الامتحان خرج من الكتاب بتاع التاريخ؟ هل امتحان التاريخ خرج من الكتاب؟ انا بقول لك لا، ما خرجش من الكتاب، هو جاب النص من كتاب المدرسه. تمام معايا؟ طب شيء اساسي انه مش هيخرج من كتاب المدرسي، بس طيب انا على نمط الاسئله، كرامه الاسئله كلها كانت جديده. نمط الاسئله ده بيقيس تفكير، يعني هو بيقيس طبعا مهاراتك انت في التفكير. هو مش معقول هيجيب لك كله حفظ حفظ حفظ، اذكر ما المقصود بكذا، بما تفسر كذا. لا، ما انت بتنمي هنا مهارات تفكير عند ابنائنا الطلاب، يعني مش عمليه تلقين وحفظ بس، لا، لازم تفكر في السؤال، ايه مدلول السؤال، ايه العلاقه، لازم تربط ما بين احداث، فهمني؟ فبرضو ده بيوسع مداركك، انت مش بتدرس عشان تمتحن بس، لا، ده بيوسع لك المدارك بتاعتك بشكل عام. في حاجة يا استاذ ايمان برضه احب اقولها لك، انك انت بتقول المواد الادبية دي مواد حفظ، الكلام ده مش صحيح. المواد مش العلمية مواد حفظ. انا متأكد ان مش مواد حفظ، بس فيها جزء أيوة كبير بيعتمد أيوة على الحفظ. في عندك علاقات وربط، انت حاضر معانا الحلقة من اولها او الحلقات من اولها، احنا بنتكلم في حاجات كلها بتنمي مهارات. يعني احنا الدكتور اشرف بيقول السؤال وانا بقول حوار تاني للسؤال، وهو بيقول طريقة تالتة للسؤال، وبنقول طريقة رابعة للسؤال، كل ده بيتمحور حوالين انسان فاهم الفكرة
وبيحط هو الاسئله المتوقعه. انت ممكن وانت قاعد بتذاكر تخترع اسئله وانت قاعد، بس على الفكره اللي موجوده عندك، وهذا ما يفعل في الامتحانات، بنجيب الفكره وتحط عليها الاسئله، فانت لازم تكون فاهم الفكره، وطبيعه السؤال بقى ما يهمكش، جت تناقش فكر، تناقش تذكير، تناقش مستوى مهارات، الكلام ده لازم تكون مستعد ليه. والكلام ده احنا مش، ما تقولش ما اتدربناش عليه، لا الكلام ده احنا متدربين عليه. انا شخصيا بقول لك اهو في حلقات مدرسه على الهواء جغرافيا سياسيه ما كناش بنقول اسئله نمطيه، ما فيش اسئله نمطيه، ما بنلجاش الى قالب معين في الاسئله، تمام؟ وربنا يوفقك ان شاء الله. لكن الامتحانات زي ما قلنا بنقضي على فكره ان هناك مواطن بيحفظ ويخش يقول اللي حافظه ويمشي. طب استفدت ايه طول السنه؟ ما استفدناش اي حاجه. لا الفكره دي فكره ضعيفه جدا، هتخرج مواطن ضعيف. النهارده لازم الانسان يكون عنده قرار ويفهم، وانت تتخذ القرار وتبقى عارف كويس قوي قرارك ده صائب ام لا. ان شاء الله ربنا يوفقكم. دكتور اشرف، احنا كنا في السؤال الاحلاف العسكريه. الاحلاف العسكريه يمكن احنا حتى واحنا لسه بنتكلم تمام بنقول ايه سبب نشاه حلف الناتو وتشديد حصار الاتحاد السوفيتي لبرلين. تمام، وقلت حضرتك ما نتائج، ايه نتيجه تشديد حصار الاتحاد السوفيتي؟ ايه الاثر الناتج عن تشديد الحصار؟ ماذا يحدث اذا لم يشدد الاتحاد السوفيتي حصاره على برلين؟ يعني بص السؤال احنا بناخد برضو لابننا اكتر من صوره. نعم. معانا تليفون تاني. الو الو ايوه اتفضلي. ازي حضرتك يا مستر؟ اهلا وسهلا اتفضلي. ايه عندي سؤال. اتفضلي. ما رايك فيه؟ ايوه. لماذا تعطي مصر اهميه بالغه للمشروعات التي تقام على مجرى نهر النيل؟ شوف اللهم صل على النبي اهو اسئله بتناقش فكره اهو، بس ما كده دخلت لنا سؤال بنقول لامام بص الاسئله اهي اسئله بتناقش فكره. ما رايك تعطي فيه؟ مصر. تعطي مصر اولويه او اهتمام للمشروعات أهمية. اهميه للمشروعات التي تقام على مجرى نهر النيل. على مجرى نهر النيل. انت عارفه يا بسمه ان من المشكلات التي بتقام حول الانهار مشكلات تقسيم المياه، صح؟ ومشكلات الملاحه، صح؟ ومشكلات صيد الاسماك دي اللي هي حقوق الدول. حق توليد الكهرباء. الله ينور عليك. الله ينور عليك. حق الملاحه. الله ينور عليك. حق الملاحه بقى اللي انت اتكلمت عليه ده موجود في نهر الدانوب وعمل مشكله بين النمسا والمجر واحتكموا لمحكمه العدل الدوليه، والدليل انك خدتي عندك اتفاقيه باريس ومعاهده ايه برشلونه، صح؟ لحق الملاحه في الانهار في ايه الدول دي. هل نهر النيل مثلا ايه مشكلات نهر النيل بقى؟ ليست ملاحه ولا صيد اسماك ولا توليد طاقه، المشكله عندنا في نهر النيل مشكله تقسيم المياه، مشكله الحصص وتقسيم المياه. المشروعات التي تقام على النهر هتأثر على حصة مصر في النهر، صح؟ ده بيعمق المشكلة. ده انا نقلت الفكرة كده دكتور اشرف هيبر والهارك افضل مني. هي بس اللي هي اهمية اقامة مشروعات على مجرى النيل تحديدا، لان احنا بنعاني من مشكلة اللي هي تقسيم مين؟ المياه. تقسيم المياه، ده الجزء الخاص بيهم هم كطلبة. تمام. نعم. يبقى هنا لان تقسيم المياه هو من المشكلات التي يعاني منها دول حوض النيل ومنهم مصر، ولذلك مصر تولي اهتمام لهذه المشروعات. خلي بالك بيني وبينك كده، يعني كان في اتفاقيه قديمه تعطي لمصر حق الفيتو، يعني الاعتراض على المشروعات التي تقام على نهر النيل دون اخذ موافقه مصر. ليه؟ حتى لا تضار حصه مصر. لان مصر من دول مصر. تمام، يعني مستر هو هنا مش مكتوب لي اجابه محدده ان اقولها، ان اقول رايي، صح؟ تمام، انت هتقولي كده الله ينور عليك، هتقولي رايك، هتقولي ايه؟ لان مصر تعاني مثلا من مشكلات تقسيم المياه بين دول حوض النيل. ان مصر عايزه تحافظ على الاستفاده من نهر النيل، ممكن اقول الله ينور عليك. الله ينور عليك، والحفاظ على حصه مصر من المياه. الله ينور عليك. تمام. شكرا يا بص احنا قلنا ايه؟ يعني هي قالت الافكار واحنا قلنا لها الله ينور عليكي. تمام، لان هي طبعا كانت بتتكلم في فكره جميله ومظبوطه. هو يمكن هو بس الجزئيه يمكن الخاصه عندهم في المنهج هي حته تقسيم الايه؟ المياه. المياه، فهي لو ركزت فيها ممكن تجيب اللي هي الاجابه، رغم ان هو سؤال غير معتاد يمكن. تمام. يعني خارج الصندوق زي ما تمام بيقول. لكنها فكرت وخرجت من الفكره سؤال. سؤال. تمام. نعم. طيب بنواصل حديثنا في الاحلاف العسكريه. في حلف وارسو السبب مواجهه تهديدات حلف مين؟ الناتو. وفي سبب تاني مهم جدا، انضمام المانيا الغربيه لحلف مين؟ لحلف الناتو. ادي كده
سبب. ايه نتيجة انضمام المانيا لحلف الناتو؟ المانيا غربية. طبعا انضمامها لحلف الناتو ادى الى تفكيك الاتحاد السوفيتي ودول شرق اوروبا في انشاء حلف عسكري يواجه اللي هو حلف الناتو وهو حلف وارسو. تمام. كده خدنا النشأة في الاتنين. تمام. بنتكلم بعد كده عن المقر. تمام. وعدد الدول عند التأسيس. عند التأسيس. نعم. المقر يا استاذ احمد في حلف الناتو يعني هو عقدت الاتفاقية في واشنطن. نعم. وانتقل المقر. لكن المقر فين؟ في بروكسل. في بلجيكا. تمام. اصبحت بروكسل كده للاتحاد الاوروبي وحلف الناتو. نعم. هنا كان المقر مين؟ وارسو. عاصمة ايه؟ دولة بولندا. عاصمة بولندا. تمام. ايه علاقة بلجيكا بحلف الناتو؟ فيها المقر. تمام. ايه علاقة بولندا بحلف وارسو؟ فيها المقر. تمام. خلاص ده بالنسبه لمين؟ للمقر. عدد الدول عند التاسيس 12 ايه دوله، والان طبعا معروف ان هو وصل لكام؟ 28. عدد الدول عند التاسيس ايه؟ 9. الان مفيش لانه خلاص الحلف انهار. تمام. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لعدد الدول. تعالى نشوف كان ايه نتيجه انشاء حلف الناتو اللي هو الاثر الدولي والاقليمي، وده احنا قلناه في سؤال. تمام. خلاص. لكن سبب الانهيار. ايه اللي حصل في حلف وارسو؟ في حلف وارسو حصل حاجة مهمة قوي اللي هو انهار. تمام. ايه سبب الانهيار؟ يمكن حضرتك يمكن كنت بتتكلم عن سياسة مين؟ جورباتشوف. جورباتشوف الاقتصادية، خلاص، اللي هي فشلت. فكانت نتيجة فشل السياسة دي ترتب على فشل السياسة عدة امور. السياسه الاقتصاديه اعتمدت على الانفتاح الاقتصادي، يمكن زي ما حضرتك تشرفت وقلت فيها، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي والانفتاح على الغرب. فشلت السياسه دي. كانت ايه بقى نتيجه الفشل؟ حدوث نزعه انفصاليه لدى الجمهوريات التابعه لمين؟ للاتحاد الايه؟ السوفيتي. بدات الدول يبقى عندها رغبة في الانفصال عن الاتحاد مين؟ السوفيتي. رقم 3 هدم سور برلين ووحدة ألمانيا الشرقية مع ألمانيا الغربية. تمام. 4 تحلل الدول عن التزاماتها تجاه مين؟ الحلف. الحلف. فكانت النتيجة المباشرة إعلان حل الحلف رسميا سنة 91. تمام. ليه أثر بقى على حلف الناتو ولا لأ؟ تمام. لو يبقى هنا بقى ايه بقى؟ شوف بقى نغير بقى السؤال. نستاذن حضرتك طب في الحصول على تليفون. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سامع ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، اتفضل. عندي سؤالين بس. اتفضل. اوجه الشبه والاختلاف بين الهجره القسريه والهجره غير الشرعيه. اوجه الشبه والاختلاف بين الهجره القسريه والهجره غير الشرعيه. والهجره غير الشرعيه. السؤال الثاني، حدد المقصود بمفهوم اللاجئين. ما المقصود بايه؟ اللاجئين. معلش يا محمود عيدها تاني. ايه؟ اللاجئين. اللاجئين. ما المقصود باللاجئين؟ تمام. تمام. في اسئله تانية؟ لا شكرا يا فندم. ماشي يا محمود. هنا الهجره القسريه والهجره غير الشرعيه كلاهما من مثلا اشكال حركه السكان او هجره السكان. نعم. ده في الشبه. طبعا الاختلاف بقى نقول مفهوم كل واحد لازم يقول هنا يعني الاختلاف من حيث ايه مثلا؟ الاختلاف من حيث المفهوم يبقى يقول ان الهجره القسريه اللي هي الاجباريه هي هجره الفرد من مكان لمكان داخل او خارج مين؟ وطن رغم عنه. وسببها يقولها برضو بالمره اللي هي الكوارث الطبيعيه. تمام. زي الحزر البراكين الى اخره، اللي هي الصراعات المسلحه، دوافع قوميه اسمى زي بناء السد مين؟ العالي. اما الهجره غير الشرعيه هي هجرة الأفراد من دولة إلى دولة بطريقة غير رسمية أو بطريقة غير قانونية. تمام. ومن غير المنافذ الرسمي. وسببها تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. تمام. لكن الشبه هنا بيتشابه إن هما كلهم من سكان. أنواع حركة الهجرة وانتقال. حركة السكان وانتقال السكان من مكان لآخر. نعم. تمام. عندي بعد كده اللاجئين. نعم. اللاجئين يمكن انت ملاحظ في الاحداث العامة ان ممكن مثلا تحدث حروب بين دول، فيكون نتيجة الحرب دي بعض النازحين من الدولة بيروحوا دول مين؟
دول اخرى، فعند دخولهم للدول الاخرى يطلق عليهم لفظ الايه؟ اللاجئين. واللاجئين هنا ممكن يكونوا نتيجه كوارث طبيعيه ممكن، وممكن نتيجه صراعات مسلحه بين الدول، حروب اهليه او حروب دوليه. ويمكن انت شفت اما اليهود عندما هجروا الفلسطينيين من اراضيهم اصبح الفلسطينيين لاجئين في كثير من الايه؟ من الدول. احداث سوريا الشقيقه، اهل سوريا اصبحوا لاجئين في كثير من الدول نتيجه للاحداث الموجوده داخل سوريا في الاونه الاخيره. تمام. نعم. بالنسبه للهجره اللي هي الهجره غير الشرعيه. نعم. لو احنا اتكلمنا عن الاتجاه، يعني بالمناسبه كده عندنا اهل جنوب شرق اسيا يهاجروا الى دول مجلس التعاون الخليجي. نعم. اتجاه برضو المهاجرين الافارقه يتجهوا الى اوروبا، فدي تعتبر تيارات او نعم، اتجاهات للهجره. تيارات او اتجاهات للهجره احنا خدنا امثله عليها. نعم. ده بالنسبه للهجره برضو، يعني حتى اسئله ابنائنا احنا بنحور فيها في بعض الجوانب ونقول بعض الملحوظات على هذه الاسئله عشان يبقى ابنائنا ملمين بالفكره كامله. تمام. طيب حضرتك بنتكلم لسه على الاحلاف. نعم. خلصنا حلف ورس. وبنقول ايه بقى نتيجه انهيار حلف ورس وبالنسبه لحلف مين؟ تمام. الناتو. الناتو. تغيرت السياسه الاستراتيجيه لحلف مين؟ الناتو، واصبح هنا حلف الناتو بيتوسع شرقا على حساب حلف ورس وبيضم 28 دوله، وربط مستقبل الامن الاوروبي بما يقوم به الحلف من حل الازمات وكذلك في منطقه الشرق الاوسط. تمام. دكتور اشرف، وقت الحلقه انتهى، واحنا بنشكر حضرتك على هذا المجهود، وبنتمنى ان شاء الله نقابلك في حلقات اخرى للمراجعه مع ابنائنا ان شاء الله. وانا اللي بشكر اسره القناه وبشكر حضرتك، وبنشكر ابنائنا الطلاب على تواصلهم الدائم معانا، وبدعوهم ان هم يعني يفكروا في الاسئله كويس، يذاكروا كويس، يحل امتحانات كتير. كل ما بتحل امتحانات اكتر كل ما بتكتسب ثقه اكتر، والموضوع ان شاء الله يكون سهل، وان شاء الله نتمنى ان الجغرافيا لهم ان شاء الله كويسه ويحققوا فيها اعلى الدرجات باذن الله. تمام. ابنائنا الاعزاء، ان شاء الله بكره في نفس الميعاد هتكون الليله الاخيره من مراجعه ليالي الامتحان. ركز في الجغرافيا، واحنا خدنا معانا علم الجغرافيا علم سهل جدا، واحنا الحمد لله مكافين معاك المواضيع. انسى التاريخ وانسى المواد اللي فاتت عشان تعوض في المواد اللي جايه. المواد اللي جايه ان شاء الله عايزين نقول اللي جايه احلى ان شاء الله، وخليك متفائل بالخير وابذل كل جهدك، وان شاء الله ربنا يعني يوفقكم في النهايه ونتبسط جميعا ان شاء الله بالنجاح في اخر العام. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.